دمتم أحرارا في وطن حر. بهذه الكلمات ودع المهندس يحيى حسين عبد الهادي محاميه يوم الأحد الماضي تعليقا على قرار تجديد حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات. يحيى حسين عبد الهادي رجل وطني كريم، لم يشفع له سنه وهو على مشارف السبعين، ولم يشفع له تاريخه السياسي الطويل، ولم يشفع له تاريخه العسكري ونضاله الوطني وقلمه القوي من أن يكون فريسة للظلم مرة تلو مرة، حتى تحولت مصر إلى فوضى سيء الذكر. عندما تحبس رجلا بقيمة يحيى حسين عبد الهادي وتحرم مصر منه ومن آلاف الشرفاء غيره، فلا تتعجب من فضائح مصر في أولمبيات باريس. اتهموا الرجل بنشر أخبار كاذبة، فتوالت فضائحهم واحدة تلو الأخرى في المحفل الدولي. لاعبة تستبعد لزيادة مفاجئة في وزنها، ورئيس الاتحاد محرج من الدورة الشهرية، ولاعبة شاركت وفازت وخسرت وهي حامل في الشهر السابع، ولاعب شرب من الخمر ما شرب ثم تحرش جنسيا بامرأة فرنسية ثم حبس ثم أفرج عنه لاحقا، ورئيس اتحاد يشكو من عدم وجود الوسطى في فرنسا للإفراج عن لاعبه المتحرش، ورئيس اتحاد آخر عين شقيقه مدربا للفريق ثم قام شقيقه بتعيين نجله إداريا للفريق، ثم إذا ما خسر لاعب من الفريق اتهمته العائلة الكريمة بأنه يحاول أن يغطي على فشله. ووزير للرياضة يبحث عن اللقطة أينما وجدت، ينفق مليارا وربع المليار جنيه على بعثة أولمبية فاشلة لم تحصد إلا 3 ميداليات فقط، ثم يخرج متبجحا بأن ما أنفقته مصر يعد قليلا بالمقارنة ببعثات أخرى. يوما ما تساءل يحيى حسين عبد الهادي قبل اعتقاله عن الجيش المصري قائلا: إلى متى يصمت الجيش؟ لماذا لا يتحرك؟ ومن هنا أبشره بأن الجيش قد تحرك ولم يعد صامتا، فقد تولى رئاسة اتحادات مصر الرياضية والمشاركة في فضيحة الأولمبيات عدد ليس بالقليل من اللواءات أصحاب التاريخ الوطني. فوضى سيء الذكر، من السياسة إلى الرياضة ومن الإعلام إلى القضاء، فوضى لن تتوقف ولن تتغير إلا بوجود يحيى حسين عبد الهادي ورفاقه أحرارا في وطن حر، ووجود سيء الذكر وأمثاله في المكان الذي يستحقونه في مزبلة التاريخ. آخر كلام وحلقة جديدة على شاشة مكملين، أول حلقة للبرنامج مباشر بعد غياب 3 أسابيع في أجازة كانت طويلة شوية للبرنامج، ويا ليتها لم تكن، لأنها كانت أجازة صعبة شوية على المستوى الشخصي لمرض زوجتي وابني في 3 أسابيع الحمد لله. فالواحد كان غايب عنكم لكن كان معاهم في المستشفى، لكن الحمد لله عدنا، لا حرمنا الله من هذا الجمهور ولا من هذه الشاشة ولا من هذا البرنامج أبدا. نبدأ الحقيقة بالصورة اللي بديت بيها المقدمة، وهو الرابط أو الرابطة ما بين المهندس يحيى حسين عبد الهادي الرجل الكريم اللي بالمناسبة يعني قبل اعتقاله أو قبل القبض عليه واختطافه من الشارع يعني كان أرسل لي رسالة كريمة بيطمئن فيها على الزوجة وعلى الابن وأخبرهم إيه وتمنى لهم السلامة. هذا رجل كريم في حقبة منحطة، هذا رجل شريف في حقبة فاسدة، ده راجل محترم في حقبة مهزأة، ده رجل مخلص وطني في فوضى سيء الذكر. الحقيقة ما كانش ينفع أبدا إن أنا أرجع وأبدأ وأتكلم عن الأولمبيات وعن هذه اللقطة بتاعة وزير الشباب والرياضة وعن فشل سيء الذكر وحقبته دون أن أبدأ بكلمات يحيى حسين عبد الهادي. أولا حقه علينا كقامة وطنية إن احنا نتكلم عنه، حقه علينا كمظلوم الآن وراء القضبان بيشارك آلاف المصريين الشرفاء زيه بالضبط اللي هو نفسه اتكلم عنهم كتير. كان لازم الحقيقة وواجب من واجبات آخر كلام المهنية والوطنية
إن إحنا نذكر بهذا الرجل وهذه القامة وهذه القيمة الوطنية اللي الآن موجودة وراء القضبان زيها زي محمد البلتاجي زي ناس كثيرة جدا موجودين خلف القضبان عشان المجال يتسع للأقزام اللي زي أشرف صبحي ورجالته وبعثته الأولمبية وعشان يكون الملخص بتاع الحالة اللي إحنا فيها فوضى سيء الذكر. إيه اللي حصل في الأيام الأخيرة؟ اللي حصل إن إحنا عندنا فضيحة كبيرة جدا لها علاقة بالبعثة الأولمبية المصرية المشاركة في أولمبياد باريس 2024 واللي دفعت نواب البرلمان إن هم يطرحوا سؤال داخل البرلمان: من سيدفع فاتورة فضيحة البعثة المصرية في باريس؟ تعالوا نشوف موقع برلماني بيقول إيه عن الموضوع ده. الجماعة بتوع البرلمان اللي هي المخابرات عملاء، الجماعة اللي بيسبحوا بحمد سيء الذكر، أحد أعضاء مجلس النواب شن هجوم حاد على نتائج البعثة المصرية المشاركة في الأولمبياد وأشار إلى أن الفشل اللي حصل لممثلي البعثة بيمثل إهدار للمال العام وطالب بمحاسبة جميع المقصرين وفتح تحقيق عاجل حول ما وصلت إليه الرياضة المصرية. ده كلام جميل جداً سيادة النائب، حضرتك شغال في مكملين، انت كنت بتقدم مكاني مثلا اخر كلام في الثلاث اسابيع الاجازة النائب خالد ابو نحول، حضرتك كنت موجود هنا كان شغال يا جماعة في اخر كلام وانا معرفش، ما هو الكلام ده اللي احنا بنكتبه على مواقع التواصل الكام يوم اللي فاتوا وبنواجه باللجان الالكترونية، انت مش عايز الخير لمصر، انت ما فيش قدامك غير الكلام الوحش، انتوا ما بتقروش غير السلبيات. حبيبي عضو البرلمان خالد أبو نحول بيقول لك إهدار مال عام، إهدار مال عام وفشل وفساد ولازم تحقيق وحال الرياضة المصرية، وسمى الموضوع فضيحة، سمى الموضوع فضيحة البعثة المصرية في عدد كبير من الألعاب الجماعية والفردية وإهدار أموال البعثة أيضا. هل يا ترى أبو نحول هيتحول للنيابة العامة بتهمة نشر أخبار كاذبة؟ هل يا ترى أبو نحول هيكون جار يحيى حسين عبد الهادي في زنزانة لأنه تجرأ وطرح أسئلة؟ ما هو يحيى حسين عبد الهادي طرح سؤال فين الجيش؟ الراجل ده بيطرح سؤال بيقول لك فين المسؤولين؟ ما هو المسؤولين هنوصل لسيء الذكر في الآخر، لكن هي حالة فوضى بتعم البلاد برئاسة سيء الذكر. طيب إيه اللي حصل في الأولمبيات يا جماعة؟ اللي حصل في الأولمبيات الحقيقة مجموعة من الفضائح. تعالوا نشوف كده ملخص الأولمبيات في الكام أسبوع اللي فاتوا، أو زي ما الزملاء سموها في الصورة اللي هتطلع أولمبيات الحسرة باريس 2024 أبرز مشاهد البعثة المصرية وهنا سيء الذكر. طبعا أحمد الجندي هو النقطة المضيئة في الصورة دي أو في البعثة دي بالذهبية اللي حققها، لكن الحقيقة البعثة عندنا شاركت في عدد كبير من الألعاب، أكبر بعثة أولمبية في التاريخ المصري، احنا بنتكلم في عدد كبير من اللعيبة 148 لاعب ولاعبة أساسية و16 لاعب احتياطي، بإجمالي 164 لاعب ولاعبة، عدد ضخم جدا في حوالي 50 لعبة جماعية وفردية، برضو عدد ضخم جدا. انت بتتكلم على حجم نفقات مش طبيعي، تقريبا من مليار وربع لمليار ونصف المليار جنيه عشان إعداد اللاعبين وإعداد المدربين. طب حلو جدا، لما احنا بنتكلم على مليار وربع تقريبا، المستهدف كان نجيب كم ميدالية؟ قبل ما أقول حصلنا على إيه، يعني سيبك من عدد الميداليات الأول هرجع له، لكن كانت البعثة برئاسة أشرف صبحي والجماعة اللي معاه أو بإشراف أشرف صبحي وسيء الذكر كانوا بيتكلموا إن احنا مليار وربع هنجيب 11 ميدالية، 11 ميدالية تقريبا، يعني الميدالية الواحدة كانت واقفة علينا بحوالي 113 مليون جنيه، تخيل ميدالية أولمبية واحدة ب 113 مليون. اللي حصل ان احنا جبنا 3 ميداليات بس زي ما الارقام باينة قدام حضرتك، 3 ميداليات، مرتبة 51 قفزت من مركز 80 للمركز 51 بعد ما احمد الجندي الله يستره جاب لنا الميدالية الذهبية في الخماسي الحديث وفضية سارة سميل في رفع الاثقال وبرونزية محمد السيد في السلاح. نقف هنا شوية لانه الحقيقة القصة بتاعت الرقم المركز 80 ده ليها قصة مهمة قوي خليني أقولها حضراتكم، بس لازم نوسع المجال لسيء الذكر، بلاش أحمد الجندي يظهر في الصورة، خلي سيء الذكر بس. احنا بقالنا قد ايه بنسمع الإعلام المصري وبنسمع سيء الذكر بيتكلم معانا عن اللاجئين، اللاجئين اللي جوم البلد عشان يشربوا المية بتاعتنا، اللي خدوا الكهرباء بتاعتنا، اللي بنصرف عليهم، اللي بندعمهم، اللي مش عارف ايه، الضيوف بتوعنا، مرة يقول 9 مليون، مرة يقول نص مليون متسجلين والباقي مش
بقاله فترة بيتكلم عن اللاجئين ان هم عبء على الدولة، وان اللاجئ ده حاجة وحشة جدا، وبيطلع الأذرع الإعلامية بتاعته في حظيرة الإنتاج الإعلامي يعاير بعض الناس ويقول لك ده لاجئ في البلد الفلانية، ده اللاجئ الفلاني، وكأن فكرة اللجوء هي وصمة عار. أنا طلعت اتكلمت عنها قبل كده كتير وقلت إن أنا أيوة لاجئ سياسي في بريطانيا وأفخر بذلك، وأفخر إن أنا هاجرت من بلدي بعد ما أخرجت منها، وكثير من البشر من مصر وسوريا وبلدان كثيرة هم لاجئين سياسيين لأن بلدانهم بيحكمها أنظمة مهزأة زي نظام سيء الذكر. تمام كده؟ هل تعلم يا عزيزي أنه من غير ميدالية أحمد الجندي وسارة سمير، هل تعلم أن احنا كنا نبقى المركز 80 بميدالية واحدة؟ هل تعلم مصر كانت بتشارك مين بميدالية واحدة في المركز 80؟ منتخب اللاجئين. يعني لولا ان ربنا اكرم احمد الجندي وساره وجابوا الميداليتين اللي في اخر كام يوم دول، احنا كنا هنبقى مصر ومنتخب اللاجئين اللي احنا بنحط عليهم وبنحتقرهم وبنعنصر عليهم وبنخنزر عليهم، اللي هي صناعه الخنازير اللي منبعها هناك في حظيره الانتاج الاعلامي. كنت هتبقى انت يا اكبر بعثه افريقيه وعربيه، يا اللي صارف مليار وربع، يا اللي عامل مش عارف كذا، يا اللي عندك 164 لعيب، يا اللي مشارك في 50 لعبه فردي وجماعي، انت جايب ميدالية واحدة زيك زي منتخب اللاجئين. فلو سمحتوا يا جماعة اعملوا للشاب ده تمثال، الشاب ده اعملوا له تمثال، هو وسارة اعملوا لهم تماثيل، ومحمد طبعا، لان احنا كنا والله لو كان حصل وكنت وصلت لليوم ده واللحظة دي بان مصر جابت ميدالية واحدة زي منتخب اللاجئين، لكانت هذه الحلقة بالكامل عن فكرة منتخب مصر ومنتخب اللاجئين. يعني فعلا كان هيطلع عليكو القديم والجديد باللغة العربية الفصحى. فالراجل ده فعلا أنقذكو، الراجل ده فعلا أنقذ سمعتكو، هو وسارة سمير، عشان لا نبخسها حقها الحقيقة. لكن الفضائح كانت كبيرة في هذه الأولمبيات، ربما لم يعني تجمع بعثة هذا الكم من الفضائح عليها كما جمعتها البعثة المصرية. الفضيحة الكبيرة طبعا كانت تحرش وسكر للاعيب المصارعة محمد إبراهيم كيشو اللي اتقبض عليه لأنه تحرش جنسيا على امرأة أو فتاة فرنسية أمام إحدى الحانات. مكتب المدعي العام الفرنسي قال الموضوع ده وقال إن المصارع المصري اللي عنده 26 سنة تحرش بسيدة. وكانت الفضيحة طبعا لما طلع رئيس الاتحاد بتاع المصارعة اللي هنتعرف عليه بعد شوية وقال لك ما فيش واسطة في فرنسا يا جماعة، والله مش عارفين نطلعه. طيب هل على المستوى الرياضي كانت النتائج كويسة؟ يعني يا جماعة مثلا المليار وشوية والثلاث ميداليات، هل مثلا الهزائم بتاعتنا كانت كويسة؟ هل حافظنا على أسطورة التمثيل المشرف؟ هل احنا مثلنا مصر تمثيل مشرف؟ ولا كان العنوان الحاكم هي فوضى سيء الذكر اللي طالت البعثة الأولمبية؟ تعالوا نشوف مع بعض مجموعة من النتائج الغريبة جدا. الحقيقة ان احنا منتخب مصر مثلا الأولمبي لكرة القدم، على الرغم من انه وصل سيمي فاينل نصف النهائي، وعلى الرغم من انه خسر من فرنسا في الإكسترا تايم 3-1، وعلى الرغم من حاجات كثيرة جدا، إلا أنه الخروج أمام المغرب في مباراة الثالث والرابع، مباراة الميدالية البرونزية ب6-0، ده الحقيقة بين لك الفرق ما بين فوضى سيء الذكر وما بين الناس اللي عندها مؤسسات وبتشتغل عشان تحافظ على اسم هذه البلد. ده الفرق ما بين مصر في عهد سيء الذكر وما بين المغرب الآن، وما بين دول أخرى بتحاول أنها تستثمر في الرياضة وفي الرياضيين، تتعامل مع الرياضة أنها قطاع مهم، مش أن رئيس اتحاد يجيب أخوه مدرب وأخوه يعين ابنه إداري وحاجة آخر اللي تقيمة. كمان كانت أزمة الملاكمة المصرية يمنى عياد الفضيحة اللي قالك أن هي صحة الصبح زايدة 700 جرام. وبعدين حصلت حاجة غريبة جدا، رئيس اتحاد الملاكمة عبد العزيز غنيم الأول قال أصلها قفلت على نفسها الأوضة، ما ينفعش ندخل الأوضة نفتح عليها رفش، عملت إيه؟ في إشارة أنها أكلت يعني. وبعدين طلعوا بيان قال لك أصل حصلت تغيرات فسيولوجية خاصة بالمرأة حفاظا على القيم والمجتمع المصري، مش هنقول ما الناس عارفة أنها الدورة الشهرية يعني بتحصل لأي بنت يعني، فأنت بتخبي إيه سعادتك؟ طب أنت حسبت الجهاز، حسبت الفريق الطبي؟ يعني انتوا مش عارفين مثلا المواعيد؟ هل مثلا الموضوع ده بيحصل لبنات مصريات بس، البنات اللي من دول تانية ما بيحصل لهمش، ولا في ادويه بتتاخد عشان تاخر؟ يعني انتوا في تحقيق في القصه؟ لا مش هيحصل اي حاجه. بعدين كمان اللاعبه ندى حافظ اعلنت انها شاركت في منافسات السيف العربي بالمبارزه
وفازت وخسرت وهي حامل في الشهر السابع، لكن ما حدش قال لنا. هل انتوا كنتوا عارفين وهي مسافرة انها حامل، ولا اتفاجئتوا زي ما العالم اتفاجئ؟ برضو دي نقطة مش عارفينها الحقيقة. سلمى أيمن استبعدوها من منافسات الخماسي الحديث بعد ما وقعت من فوق الحصان، في ظاهرة برضو غريبة شوية بتحصل بس في البعثة المصرية. بعدين كمان استبعدوا لاعبة الجمباز ملك حمزة بعد 15 ثانية فقط. ليه؟ برضو الأداء ما كانش ولا بد يعني. لاعب المصارعة جمال عبد الناصر كان اسم على مسمى، وله يعني من اسمه نصيب، اسم الزعيم الخالد جمال عبد الناصر اللي ما خدش أي حرب وكسبها. الراجل خسر في المصارعة بلمس الأكتاف، فضائح متتالية. هزيمة لاعب المصارعة أيضا محمد مصطفى لعدم التكافؤ. خلي بالك المصارعة يعني كرم جابر، يعني ذهبية مش عارف ايه، يعني فضية ايه، يعني كرم اللي كان بيدخل بياكل صحابه حرفيا. احنا دلوقتي المصارعين بتوعنا واحد بيتحرش، والتاني رئيس الاتحاد بتاعه مش لاقي له واسطة، والتالت عدم تكافؤ، والرابع لمس اكتاف، فحاجة عار. طيب هل في دول افريقية سبقت مصر في الاولمبيات؟ احنا مش عايزين نبقى زي سوريا والعراق، مش عايزين نبقى زي ليبيا. بالمناسبة ليبيا بعد شوية هنتكلم عنها بالتفصيل، في خناقة ما بين مصر وليبيا، او ما بين سيء الذكر ونظامه وليبيا. الحقيقة احنا عندنا كينيا خدت 11 ميدالية، 4 ذهبيات وفضيتين و5 برونزية. الجزائر 3 ميداليات ذهبيتين وبرونزية. وهنا عايز اوجه التحية ليه ايمان خليف الملاكمة الجزائرية، نقول لها مبروك لانك رفعتي راسنا ورفعتي راس الجزائر، وانتصرتي على الحملة العنصرية اللي كان الغرب كله باعلامه عاملها ضدك عشان موضوع هرمونات الذكورة والكلام ده كله. جنوب أفريقيا خدوا 6 ميداليات ذهب و3 فضية وبرونزيتين. مصر واحدة ذهب واحدة فضة وواحدة برونزية. حلوة قوي. عند الحصاد المر اللي احنا قلناه أو أولمبيات الحسرة، لازم نرجع نفتكر اللي قاله المهندس يحيى حسين عبد الهادي، وهو فين الجيش يا جماعة؟ أين الجيش المصري؟ إلى متى يصمت الجيش المصري؟ الحقيقة ان الجيش المصري في عهد سيء الذكر مش صامت ولا حاجة. الجيش المصري بيتحرك، العسكر يديرون المنظومة الرياضية. ولو في حد بيقول ان الناس هتتحاسب على فشل الاولمبيات اللي قدام حضراتكم، احب اقدم لحضراتكم المسؤولين عن فشل الاتحادات الرياضية في الاولمبيات، اللواءات اللي بيحكموا الاتحادات الرياضية في مصر. ده طبعا شكل سيء الذكر اللي احنا كلنا عارفينه. عندنا مثلا على سبيل المثال اللواء محمد محمود رئيس الاتحاد المصري للمصارعة، اللي عنده كم من الفضايح والهزائم والخسائر لا حصر لها. هل أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يجرؤ انه يقعد او يقعد قدامه اللواء محمد محمود ويحاسبه؟ ها اسمع في الخلفية ان ضابط يضرب رصاصة يقتل فيقول لك الضابط فلان هيتحاسب؟ مفيش الكلام ده، مفيش ضابط من دول هيتحاسب يا جماعة، ممنوع. ليه؟ لأنه الضابط الأساسي اللي معينهم محدش بيحاسبه. عندنا كمان اللواء حازم الدمهوجي، ده رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث. عندنا اللواء جمال علام رئيس الاتحاد المصري كرة القدم. اللواء شريف القماطي رئيس الاتحاد المصري للتجديف. كل دول لواءات محطوطين فين على رأس الاتحادات الجميلة دي؟ نكمل هنلاقي عندنا اللواء حازم حسني رئيس الاتحاد المصري للرماية. اللي هو أيمن شويتا ده رئيس الاتحاد المصري للكانوي والكاياك. واللي هو محمود بركات رئيس الاتحاد المصري للقوة البدنية. الناس اللي بتقول احنا عايزين لواءات يسيطروا، عايزين المؤسسة العسكرية هي اللي تدير، المؤسسة العسكرية فعلا هي اللي بتدير. المؤسسة العسكرية هي اللي بتدير، وهي اللي بتشرف، وهي اللي بتخسر، وهي اللي بتفشل، وهي اللي جابت لنا الفضايح. فمحدش يرفع صوته زي الكابتن محمد عبد الجليل ويقول احنا عايزين الجيش يجي يدير الملف الرياضي. لا، هو اللي بيدير يا عزيزي، بس اللي بيدير كل دول اللي معينهم هو سيء الذكر عبد الفتاح سعيد خليل السيسي. لكن ما كانتش دي بس الفضايح او اللواءات اللي بيديره، كان عندنا جزء تاني من فضيحة متعلقة بتنس الطاولة. المداخلة اللي عملها عمر عصر مع عمرو اديب وقال له عن العيلة بتاعت رئيس الاتحاد اللي بيدير اتحاد تنس الطاولة عن طريق اخوه وابن اخوه. نتابع. بنطالب ان اللي يكون موجود في الاتحاد يبقى راجل قادر ان هو يدير بروفيشنالي، ويقدر ان هو يختار جهاز فني واداري يكون بروفيشنال، يقدر ان هو فعلا يكون عنده اهداف. انا النهارده يا استاذ عمرو انا ما بقاش عارف اهداف السنه بتاعتي ايه، انا ما بقاش عارف الخطه اللي عندي ايه، اللونج تيرم بلان الشورت تيرم بلان ايه. الحاجات دي يعني دي الف ب شغل، واخد بال حضرتك؟ الاتحاد بتاعنا رئيس الاتحاد بيستعين باخوه كمدير فني،
انا النهارده لما اجي اتكلم مع المدير الفني يحصل ما بيننا نقاش وعايز ارفع النقاش ده للجهاز الاداري، بيبقى في مشكله كبيره ان انا هروح اتكلم مع اخوه، هيبقى الموضوع صعب. ابن المدرب هو اللي مسؤول عن المراسلات، فبالتالي احيانا بينسى يبعت اسامينا في البطولات. ده الكلام بتاع عمر عصر، بالمناسبة طلع رئيس اتحاد تنس الطاولة رد عليه، نشوف كده الرد اللي قاله على عمر عصر لما قالك انه هو بيحاول يغطي على الفشل بتاعه. فين يا جماعة الصورة؟ اهو رئيس اتحاد تنس الطاولة عن اتهامات عمر عصر بيعلق فشله على شماعتنا، حاجة عجيبة جدا. فقام عمر ردد عليه، ما هي زاطت بقى، ما هو احنا في فوضى سيء الذكر، عشان كده ده العنوان اللي احنا بنقوله. عمر رد عليه واتكلم ان احنا كلنا فريق عمل مكون من رئيس واداري ومدرب ولاعب، فلو ربنا كتب لنا النجاح بننجح كلنا، واذا فشلنا نفشل جميعا، مفيش فرديه في الرياضه، تحقيق ميداليه هو عمل جماعي وليس عمل فردي، فانا ولاول مره اتفق مع رئيس الاتحاد، نحن قد فشلنا في تحقيق ميداليه ويجب ان نحاسب على ذلك. الان تقوم وزاره الشباب والرياضه باجراء تحقيقات لترى ان كان يوجد من قصر في اداء وظيفته. وبيتكلم على تفاصيل تانية لها علاقة بالعائلة الكريمة اللي بتدير الاتحاد بتاع تنس الطاولة. فوضى سيء الذكر، مين هيحاسب مين؟ أنا ده سؤال مهم مش عايز أعديه. مين اللي هيحاسب على الفشل ده؟ احنا عندنا كذا مستوى، عندنا لعيبة وعندنا إداريين وعندنا أجهزة فنية وعندنا رؤساء اتحادات وعندنا وزير شباب رياضة وعندنا رئيس حكومة وعندنا سيء الذكر. مين اللي هيتحاسب يا جماعة؟ اللعيبة، اللعيبة واضح انه فاض بيها، واللعيبة اصلا بدأت تتكلم على فضايح، وكان في بوستات قبل كده لسارة سمير والاحمد الجندي تعالوا نبص عليهم سريعا وهم بيفضحوا الاهمال اللي هم بيعانوا منه. فاللعيبة لو دست لها على طرف هيخربوا بيتك. دي سارة اهو، حسبي الله ونعم الوكيل في كل مسؤول عن اللي احنا فيه، مفيش اهتمام ولا رعاية، حسسونا اننا خلاص متنا، حسبي الله ونعم الوكيل لما يضيع حلم الاولمبيات بسبب ناس ما عندهاش ضمير يبقى حسبي الله ونعم الوكيل، انا قعدت سنة ونص في البيت مفيش حد بيعبرني ولا بيسأل عني في البلد ولا حد بيرد على تليفوني يبقى حسبي الله ونعم الوكيل. وبتتكلم على الظلم اللي هي شافته. نموذج تاني انا بس عايز اقول لحضرتك ان عمر عصر، سارة سمير، احمد الجندي في البوست اللي جاي في موضوع الباركينج، موضوع ركن العربية في النادي والمسؤول اللي معاقبهم والكلام ده كله، بوست شهير جدا وانتشر بشكل كبير. التلات نماذج دول بيقولوا لحضرتك ايه؟ بيقولوا لحضرتك ان اللعيبة حذاري تقرب منها، لان لو قربت منهم وخاصة دول سارة واحمد واللي زيهم هينفجروا في وشك. وواضح ان عندهم بلاوي يحكوها، واضح ان عندهم حاجات كتيرة جدا يقولوها عنكم. فهنطلع للمستوى بتاع مين؟ بتاع الإداريين، المدير الفني قبل رؤساء الاتحادات. طيب إذا كان في ناس في المديرين الفنيين والإداريين هم قرايب رؤساء الاتحادات زي رئيس اتحاد تنس الطاولة، فلو جيت تحاسب ده هتضرب في وشك في رئيس الاتحاد، فهنا انت بتطلع لليفل رئيس الاتحاد. وهنا السؤال، هل يجرؤ أشرف صبحي وزير الرياضة المصري انه يقعد قدامه طاقم اللواءات اللي كنا بنحكي عنه من شوية؟ هل يسمح لأشرف صبحي أنه يقعد طاقم اللواءات ده يحاسبه؟ هل يعطى الضوء الأخضر لأشرف صبحي أنه يعمل كده؟ هل يقبل سيادة اللواء محمد محمود ولا الدمهوجي ولا حازم حسني ولا عبد المنعم الحسيني ولا أي حد من دول أنه يقعد قدام راجل مدني اسمه أشرف صبحي حيالله وزير في حكومة مصطفى مدبولي ويقول له سيادة اللواء أنت غلطان أنت لازم تتحاسب؟ حد يجاوبنا يا جماعة، هل المشهد ده ممكن يحصل؟ طب الأكتر من كده، هل البرلمان المصري قادر أنه يحاسب رؤساء الاتحادات دول؟ أنا بقول لحضرتك قولا واحدا مش هيحصل، لن يحدث أن سيحاسب لواء من هؤلاء اللواءات. هيتم التضحية بكبش فداء أقل منه أو هيتم التضحية بأشرف صبحي. وهنا الليفل الأعلى، وزير الشباب والرياضة، مين اللي هيحاسبه؟ نشيل الصورة دي ونرجع الصورة التانية بتاعت فوضى سيء الذكر. وزير الشباب والرياضة مين اللي هيحاسبه؟ أقول لحضرتك حاجة، هو أسهل حسابه ومعاقبته وإقالته، هاتوا يا جماعة الصورة اللي في أول الحلقة خالص. شكرا جزيلا. الراجل ده مين اللي هيحاسب الراجل ده؟ شوف الراجل ده ما عندوش كفاءة ولا موهبة ولا سيفي ولا تاريخ ولا إنجازات ولا أي حاجة، بس عنده حاجة ممكن تشفع له عند سيء الذكر. عارف إيه هي؟ اللقطة. الراجل ده واضح انه رادع فن صناعة اللقطة من السيسي كويس قوي،
فمثلا المشهد الشهير اللي هو راح على جنب كأنه يعني فهم منه أنه هو بيقضي حاجته يعني، لكن هو طالع أنه هو زعلان وصورني من ظهري وبعدين راجع مصر مصر والعلم. اللقطة بتاعته مع سارة وهي بتعيط ولا ما تعيطيش انت بطلة مش عارف ايه، اللقطة اللي بعد كده لما رجع وقال ايه يعني احنا الميداليات مش مهم المهم مش عارف كذا، اللقطة اللي قبل الاولمبيات لما وقف اللعيبة كلها انتباه وخلاهم يهتفوا مصر مصر، اللقطات دي سيء الذكر بيحبها قوي، تعمل له كده ايفوريا من جوه، عارف انت فوران داخلي كده. فأشرف صبحي الحاجة الوحيدة اللي هتحميه هي الكام لقطة اللي السيسي بيحبهم، لكن مين اللي هيطاح بيه؟ أنا أتوقع وأعتقد وأظن وفقا لقراءة للمشهد أسهل على سيء الذكر وأقرب له ولعقليته المنحطة ولفوضى سيء الذكر أنه يطيح بأشرف صبحي بس يسيب رؤساء الاتحادات لأنهم لوقت. بالمناسبة نموذج صغير كده على رؤساء الاتحادات اللي بحكي لحضرتك عليهم، من فترة كده رئيس اتحاد الكانوي اسمه حازم الدمهوجي مش كده ولا مين، تعال نشوف كده المصري اليوم نشرت ايه عن رئيس الاتحاد بتاع الكانوي ده. رئيس اتحاد الكانوي معرفش حاجة، لا ايمن شويته، انا اسف مش حازم الدمهوجي، ايمن شويته كان في 21 يوليو 2024 حصلت وفاة لاحد اللاعبين لاعب نادي الكهرباء محمد عمرو مصطفى، فبدل ما الراجل يشوف يتحمل مسؤولية يعمل اي حاجة ام طالع بكل بجاحة قال ايه، قال احنا ملناش دعوة معرفش حاجة اسألوا النادي بتاعه. عرفت حضرتك ده واحد مات، ما بقولكش خسر ميدالية، ما بقولكش ان هو فشل في تحقيق ميدالية، لا لا خالص، رئيس اتحاد الكانوي كان طالع بيتكلم ان احنا ما نعرفش حاجة يا جماعة، احنا مش عارفين روحوا اسألوا النادي. يا سيادة اللواء ده واحد مات، طب يموت انا مالي، انا مش مسؤول، احنا كاتحاد مش مسؤولين، روح اسأل النادي. فاحنا كاتحاد مش مسؤولين عن الولاد اللي خسروا ميداليات، ملناش دعوة، روح اسألوا اي حد تاني. فالقصة باختصار ان احنا مش هنوصل لحاجة، ولذلك خلينا نعدي موضوع الاتحادات ده ونروح لتغريدة سيء الذكر اللي كتبها بعد نهاية الاولمبيات او بعد حصول احمد الجندي وسارة على الميداليتين الذهبية والفضية. تعالوا نشوف كده سيء الذكر عبد الفتاح السيسي شايف ايه بعد كل اللي احنا قلناه. اتوجه بالتهنئة لابطال مصر في اولمبياد باريس، لقد رفعتم اسم مصر عالية، احمد الجندي الحائز على الميدالية الذهبية، سارة سمير الحائزة على الميدالية الفضية، ومحمد السيد الحائز على الميدالية البرونزية، انجاز جديد يضاف لانجازات هذا الجيل ويؤكد على العزيمة والإصرار وقوة إرادة شباب مصر والتي تعد مصدر فخر لوطننا الغالي. إنجاز إيه يا سيء الذكر؟ إنجاز 164 واحد ثلاثة منهم جابوا ميداليات، مليار وربع المليار جبت بيهم ثلاث ميداليات، إنجاز إيه؟ رفعتم اسم مصر عليا بأمانة، اسم مصر عليا اترفع بالمركز اللي هي جابته بعدد المشاركين بالفلوس اللي اتصرفت، إنجازات هذا الجيل، هي إنجازات ليهم للأولاد يعني، هو فين الجيل؟ هي فين الرياضة؟ مفيش. ولذلك نحن نعيش في فوضى سيء الذكر، والفوضى دي أنا قلت عبارة في مقدمة الحلقة هي مقدمة الفقرة الجاية، من السياسة إلى الرياضة إحنا في فوضى في الرياضة، ده النتيجة بتاعتها، والفقرة الجاية هنتكلم عن فوضى السياسة وخلاف كبير بين مصر أو نظام عبد الفتاح السيسي والحكومة الليبية في طرابلس. حلقتنا مستمرة بعد الفاصل، تابعونا. أزمة جديدة الحقيقة ما بين نظام سيء الذكر في مصر عبد الفتاح سعيد خليل السيسي وما بين حكومة عبد الحميد الدبيبة في طرابلس في الغرب الليبي، بعد ما نظام السيسي عمل حاجة غريبة جدا في توقيت أغرب الحقيقة، استقبل مصطفى مدبولي وفقا للخبر اللي هيظهر قدام حضراتكم في اليوم السابع، استقبل الدكتور أسامة حماد رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان في مدينة العالمين الجديدة. الدكتور مصطفى مدبولي استقبل الراجل ده ومعاه بالقاسم خليفة حفتر ابن خليفة حفتر ومدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، الصندوق ده هو صندوق أنشأته الإمارات أو بتموله الإمارات بعد إعصار درنة، ومعاهم كمان المهندس حاتم العريبي رئيس لجنة الإعمار والاستقرار، مدير الجهاز الطبي الإمداد الطبي والخدمات العلاجية بالحكومة الليبية في مقر الحكومة في مدينة العالمين الجديدة، واتكلموا كمان على التعاون الاقتصادي والشراكات الاقتصادية. في اللقاء ده كان في كلام على فكرة متابعة الشراكات الاقتصادية، ودي نقطة مهمة قوي هرجع لها كمان شوية. طيب بعدين
الخارجية الليبية ما عجبهاش الكلام اللي هي تبع حكومة الدبيبة. نشوف الخبر ده من موقع الجزيرة. الخارجية الليبية تبع حكومة الدبيبة بتندد باستقبال مصر لأسامة حماد. أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الليبية في طرابلس عن استيائها ورفضها لما وصفته بالتصرف الدبلوماسي الذي أقدمت عليه الحكومة المصرية لاستقبالها بشكل رسمي لأجسام موازية لا تحظى بأي اعتراف دولي. واعتبرت الوزارة في بيان نشرته الأحد على موقع إكس أن هذه الخطوة ليست ذات تأثير واقعي، إلا أنها تعد خروجا عن وحدة الموقف الدولي الرافض لعودة البلاد إلى حالة الانقسام والاحتراب، وأنها تتنافى بوضوح مع الدور المصري والعربي المنتظر في دعم وحدة ليبيا واستقرارها وتحصينها من محاولات التشويش والتقسيم. بيان الخارجية الليبية قال أن حكومة الوحدة الوطنية سعت منذ بداية عملها جاهدة إلى تجاوز حالة الاستقطاب الدولي والتعامل بتوازن مع جميع الدول ذات الصلة بالملف الليبي وخاصة مصر، وقد أحرزت تقدما إيجابيا في هذا الملف، وهو إنجاز يعتز به الشعب الليبي الذي لن يقبل بالعودة مرة أخرى إلى زمن الحكومات الموازية والمحاور الإقليمية والدولية التي أدت بليبيا بأن كانت ساحة خلفية لمعارك وحروب ذات بعد دولي وإقليمي. لكن الجزء الأخير كان خطير جدا الحقيقة في بيان الخارجية الليبية، حيث حملت الخارجية الليبية الحكومة المصرية، نشوف الجزء الأخير من البيان، حملت الحكومة الليبية الحكومة الخارجية الليبية الحكومة المصرية المسؤولية الأخلاقية والسياسية المحلية والإقليمية والدولية تجاه هذه الإجراءات الأحادية. بعدين القصة الحقيقة ما وقفتش هنا، القصة تطورت بعد ذلك. كلنا عارفين أن ملف ليبيا في مصر هو ملف بإشراف المخابرات العامة المصرية، اللي هو عباس كامل مسؤول بشكل مباشر عن ملف الأوضاع في ليبيا، وكان قبله اللي هو محمود حجازي وآخرين، وهو ملف استخباراتي بالمقام الأول. طيب، حكومة الدبيبة طلبت طلب غريب جدا من المسؤولين المصريين وتحديدا مسؤولين المخابرات المصرية. نشوف الخبر كده من موقع العربية السعودي. حكومة الدبيبة تطلب مغادرة مسؤولين مصريين. أبلغت حكومة الوحدة الوطنية الليبية التي يرأسها الدبيبة مسؤولين في المخابرات المصرية ضمن العاملين بسفارتها في العاصمة طرابلس بمغادرة أراضي البلاد فورا. أتى ذلك احتجاجا على استقبال، هو نفس القصة والاحتجاج بتاعه. طيب، السؤال اللي بنسأله، ليه بيطلبوا من مسؤولين استخباراتيين إن هم يخرجوا؟ يعني هل المخابرات العامة هي المسؤول ولا الخارجية المصرية ولا إيه؟ ما هو برضو فكرة انك تنادي بتوع المخابرات تمشيهم، هل في حاجة عرفوا حاجة عنهم مثلا، في حاجة حصلت من الجماعة دول؟ ما عرفش، بس القرار بتاع حكومة الوحدة اللي بيها الحقيقة تواصلنا معاهم، وهم قالوا ان هم لن يخرجوا في مداخلات اعلامية واكتفوا بالبيان. يعني فريق اخر كلام اتصل بيهم المتحدث باسم الحكومة، اتصلنا بمسؤولين في الحكومة، يا جماعة اطلعوا قولوا لنا ايه اللي حصل، ليه بتطردوا الناس بتوع المخابرات؟ والناس قالوا احنا البيان بتاعنا هو ده الموقف الرسمي حاليا، ولن نجري اي مداخلات اعلامية اخرى، وبالتالي احنا امام تحرك غريب مش مفهوم. استقبال اسامة حماد قصاده بيان، تمام ده مفهوم، انما طرد مسؤولين في المخابرات المصرية من الاراضي الليبية ده امر غريب جدا الحقيقة، هنحاول نفهمه مع ضيوفنا كمان شوية. مصطفى بكري، بعد ما ده حصل مباشرة اللجان الالكترونية هبت وانتفضت للدفاع عن الوطن والدفاع عن سيء الذكر ورجال سيء الذكر، فعملوا هاشتاج انه احنا الشعب المصري كله في ظهر مع وحدة ليبيا. لكن لما تقرأ التغريدات اللي في الهاشتاج والناس اللي محركاه، هم رؤوس اللجان الالكترونية على مواقع التواصل، لكن كمان الكلام نفسه هو اعادة انتاج يعني لغة او لهجة الانقسام في الداخل الليبي، اللي هو ايه؟ جرائية بيبا يا بتوع تركيا، انتوا حكومة منتهية الولاية، انتوا منتهيين الصلاحية، انتوا ما تنسوش نفسكم، احنا مصر اللي عمل، وكأن احنا بنتعامل من 4-5 سنين فاتوا. مصطفى بكري دخل على الخط بعد ما يظهر ثبتوه في صدى البلد وقالوا له ما تزعلش يا مصطفى، هتسيب الارث الحقير المنحط لاولادك، ما تقلقش. فقام كاتب التغريدة دي: اذا كانت حكومة الدبيبة بين قوسين الغير شرعية تحتج على استقبال رئيس الوزراء المصري دكتور مصطفى مدبولي لرئيس الحكومة الليبية المنتخبة
من مجلس النواب الليبي أسامة حماد، فلتعلم حكومة الدبيبة أنها مغتصبة للسلطة بعد أن عزلها مجلس النواب الليبي، وأن الدور المصري ينطلق من الحرص على وحدة الشعب الليبي ومؤسساته الشرعية. وهذا ليس موقفا جديدا لمصر، بل هو من ثوابت السياسة المصرية التي لا تتعامل إلا مع الكيانات الشرعية. يا مصطفى، إذا كنت أنتم نظام لقيط أصلا مغتصب للسلطة، شرعية إيه يا أبو شرعية؟ شرعية مصطفى، ده أنت كنت أول امبارح بتعيط لهم عشان يقعدوك في صدى البلد، وبتقول أنا ماليش غير شغلانتي في صدى البلد، وأنا سبت لأولادي إرث. ما تعمل للحظة أنك لما تمشي يا مصطفى ما تبقاش الناس اللي بتلعنك وبتشتمك وبتجيب يعني من الطين وتحط على سيرتك، خليهم في مصر بس، ما تخليهمش في ليبيا كمان. أنت ليه بتخلق أعداء ليك في كل حتة يا مصطفى؟ والله دي همسة في أذن المدعو مصطفى بكري إن كنت ستسمع. يعني عرض محليا يا درش، طب اللي جوه، مالكش دعوة اللي بره، لأنه واضح إن أنت خلاص بقيت تحتك فاضي، فمش مع أول ألم هم هينفخوا بس كده فأنت هتقع. المشهد اللي أنت طلعت فيه على وشك إنك تعيط في اللقاء بتاع ذات مصر، وماليش الا مش عارف برنامجي واكل عيشي ومش عارف الكلام، بغض النظر انك كذاب او مش كذاب، مش دي القضيه. انا بس اللقطه نفسها ان انت بتتسول مكانك من سيدك اللي مشغلك او حضره الضابط اللي مشغلك، لا عرجاني نفعك ولا اي حد نفعك، وفي لحظه كنت هتطير وتقعد في بيتكم عشان اتحمست شويه في موضوع اسماعيل هنيه. فاعمل للحظه دي يا مصطفى، اشتغل للحظه دي يا مصطفى، لان انت فعلا تبين لك قولا واحدا انك منديل كلينكس بلا قيمه، ان انت فعلا مالكش ديه عندهم يا مصطفى. فما تدخلش في عداوات بره كمان، يعني يمكن لما دول يطيروك اللي بره يشيلوك. فاكر عادل امام في كان عادل امام ولا خالد صالح في عماره يعقوبيان، كان في مشهد شهير جدا كده ان هو لما مش عارف اللي فوق يطيروك اللي تحت يلقفوك وحاجه كده يعني. فانت خلي لك قاعده يا مصطفى، ما تخسرش الناس كلها. انت راح تخبط في الدبيبه وتشتم فيه، وانت مغتصب للسلطه، وانت غير شرعي، وانت 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 وانت، بكره هتعمل ايه لما الحاج ابراهيم العرجاني اللي هو بالمناسبه صاحب ابن اخو الدبيبه يزعل منك، يقول لك يا مصطفى اختشي عيب عشان احنا لينا بيزنس مع ابراهيم الدبيبه. خلي بالك يا درش، تعرضهاش قوي، لان انت دلوقتي في مصالح متشابكه. العرجاني شغال مع بالقاسم حفتر وشغال مع ابراهيم الدبيبه، العرجاني شغال مع الامارات وبالقاسم حفتر وشغال مع عبد الحميد الدبيبه. ركز يا مصطفى، ركز وافهم الجغرافيا عامله ازاي. الوضع اختلف دلوقتي، في الحاج ابراهيم العرجاني اللي هو ولي من اولياء نعمتك، فما توديش نفسك في داهيه. اتمنى ان دي همسه كده مش عتاب، دي نصيحه في اذن المدعو مصطفى بكري. عرض محليا، ما تعرضش اقليميا عشان ما تردش في صدرك. طيب نروح لسكاي نيوز. سكاي نيوز قالوا ان مجلس النواب الليبي اتخذ خطوة جريئة جدا الحقيقة، وأنهى الولاية بتاعت حكومة الدبيبة. عبدالله بليحق قال ان مجلس النواب صوت في جلسته الرسمية بالإجماع على إنهاء ولاية السلطة التنفيذية ورئيسها عبد الحميد الدبيبة اللي جاءت بالمرحلة التمهيدية، واعتبروا حكومة أسامة حماد هي الحكومة الشرعية. يعني رجعنا تاني لنفس القصة، وجاء في البيان اعتبار القائد الأعلى للجيش هو رئيس مجلس النواب، وايضا رئيس مجلس النواب عقيله صالح قال انه احنا بنسعى في مجلس النواب لتحقيق سلطه واحده قادره على السيطره والعداله بين الشعب. العاصمه طرابلس وقعت تحت سيطره عصابات مسلحه اعلنت وجودها بعد انتخاب مجلس النواب. يعني احنا كده عدنا بليبيا الى الوراء سنوات طويله. ده اللي حصل وده اللي تم وده اللي واضح في ليبيا دلوقتي، انه بايادي مصريه احنا للاسف بنساهم مرة، مش احنا، احنا مين؟ سيء الذكر. سيء الذكر بينشر الفوضى. كنا بنتكلم في الفقرة الأولى عن فوضى سيء الذكر في الأولمبيات، الآن فوضى سيء الذكر في ليبيا. إيه اللي حصل طيب؟ ما احنا كنا كويسين يا جماعة، ما الأمور كانت كويسة، ما هو ما كانش فيه أي حاجة خالص. اللي حصل الحقيقة في تايم لاين كده لطيف قوي بالتواريخ، تعال نشوف من شهر واحد أو من شهر وشوية، عبد الحميد الدبيبة ده كان بالنسبة لنا في مصر ايه؟ ازاي يعني؟ الراجل ده بيتقال عليه دلوقتي ايه؟ انه هو منتهي الولاية، انه غير شرعي، انه مغتصب للسلطة، اوعى تنسى نفسك، ها ركز يا بتاع تركيا. طب يوم 4/7/2024 عبد الحميد الدبيبة اللي هو منتهي ولايته ومغتصب للسلطة كان بيعمل ايه في مصر؟ تعالوا نشوف مع بعض.
ننوه بهذا الخبر العاجل. استقبل رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالعاصمة الإدارية الجديدة رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد دبيبة الذي قدم لمدبولي التهنئة وتسليمه لتسليمه رئيسا للوزراء. وتم خلال اللقاء أيضا مناقشة أوجه التعاون بين البلدين وتفعيل الاتفاقيات المدمجة بين البلدين. وتم الاتفاق أيضا على تقديم الدعم اللازم لمصر في مجال الكهرباء من خلال التعاون بين وزارتي النفط والغاز والبترول بالبلدين، إلى جانب الاتفاق على التعاون في تنفيذ المشروع الوطني للصرف الصحي الذي أطلقته الحكومة الليبية من خلال الشركات المصرية. طيب قبل ما نشوف محمد بن زايد، معلش حضرتك خدت بالك عبد الحميد الدبيبة تم تعريفه في القناة الرسمية المصرية بإيه؟ برئيس الحكومة الليبية. المنتهية ولايته؟ لا. المغتصب للسلطة؟ لا. أمال إيه؟ ده راجل جاي يدينا كهرباء يا جماعة. 4/7/2024 من شهر وشوية، شهر وأسبوع تقريبا، شهر وعشر أيام، عبد الحميد الدبيبة عرف بصفته رئيس الحكومة الليبية اللي جاي مصر عشان يدعم مصر بالكهرباء. فبعد شهر إيه اللي حصل؟ بقى عبد الحميد الدبيبة المنتهية ولايته، الوحش المغتصب للسلطة، وإحنا بنستقبل أسامة حمد. ما بين 4/7 و13/8 إيه اللي حصل؟ حصل حدث عظيم. يوم 29/7 هبطت طائرة الرئيس الإماراتي محمد بن زايد إلى أرض مدينة العلمين الجديدة، حيث التقى فخامته بسيء الذكر عبد الفتاح سعيد خليل السيسي وتمشوا مع بعض، والسيسي قال للبنات تعالي سلمي على عمه، وقعدوا هناك مع بعض. اتكلموا في إيه؟ السيسي باعله إيه؟ بن زايد أمره بإيه؟ حرضوا على إيه؟ اتفقوا على إيه؟ الله أعلم. لكن الحقيقة بعد تقريبا كام يوم، حوالي 8 أيام بالضبط، يوم 6 أغسطس 2024، بيطير السيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية عشان يلتقي بخليفة حفتر ويبحث معه التطورات السياسية للأزمة الليبية. طبعا التطورات دي تقريبا كده حصلت على ترابيزة السيسي وبن زايد في العلمين الجديدة، والله أعلم. يعني 8/8 بعد يومين من زيارة عباس كامل وأسبوع من زيارة السيسي لزيارة بن زايد للسيسي، خليفة حفتر يحرك قواته باتجاه جنوب غرب ليبيا وسلطات طرابلس تتأهب. وبعدين 11/8 مصطفى مدبولي بيكمل، واضح ان الخطة خلاص اتحطت، بن زايد جه حط الخطوط العريضة. 11/8 مدبولي يستقبل رئيس الحكومة الليبية لتعزيز التعاون ويبحث دور الشركات المصرية في إعادة الإعمار، اللي هو أسامة حماد اللي هو بتاع الشرق الليبي. فاللي حصل هنا ايه يا جماعة؟ اللي حصل هنا ان احنا في تايم لاين في كام يوم قدر محمد بن زايد، او هكذا نقرأ او يقرأ من بين السطور. طبعا انا عايز اقول لك على حاجة، انا اللي بقوله لك خلاص يا جماعة، انا اللي بقوله لك دلوقتي ايه؟ شيلوا يا جماعة الصورة خلاص، شكرا. انا ما كنتش قاعد مع السيسي وبن زايد، فريق الاعداد ما كانش قاعد مع السيسي وبن زايد. اللي بيقدم لحضرتك دلوقتي هو تحليل، هو سيناريو، هو طرح سيناريو من السيناريوهات. لكن بالتأكيد أنا لا أعرف إذا كان محمد بن زايد قد تحدث مع السيسي عن ليبيا ولا لا. ما هو أكيد ما أعرفش، لأن أنا مش قاعد معاهم، ما عنديش تسريب، مش مجند حد جواهم. يعني أنا مش بقول لك دلوقتي معلومة مطلقة إنه حصل إن بن زايد قعد مع السيسي، لا خالص. أنا كل بقول لحضرتك إنه في حاجة غريبة جدا، الأمور كانت ماشية كويس جدا. 4/7 الدبيبة بيجي بيستقبل استقبال رسمي كرئيس حكومة، بيقول إنه هيساعد مصر في الكهرباء. بعدها بكم أسبوع بن زايد بيجي يقابل السيسي وبيمشي. بعدها بكم يوم ليبيا بتتقلب وبيبقى الدور الأساسي لمصر. عباس كامل بيقابل خليفة حفتر، خليفة حفتر بيحرك جنوده، عباس مصطفى مدبولي بيستقبل الرجل بتاع خليفة حفتر وابنه بالقاسم حفتر. فالقصة بتخليك تقول هو الإمارات كانت عايزة إيه؟ طيب النقطة بقى المهمة قوي في آخر صورة طلعت قدام حضراتكم في قصة الشركات، هو مين يا جماعة اللي ليه شراكة اقتصادية في ليبيا؟ تعالوا نشوف مع بعض ايه الشراكات الاقتصادية المصرية في ليبيا. خلاص تمام، احنا قلنا ده، ادخل على اللي بعده بقى الشركات. ايوه 11 اغسطس لما قابل مصطفى مدبولي قابل الوفد الليبي، كان في أسامة حماد رئيس الوزراء المكلف من برلمان، وفي بالقاسم خليفة حفتر مدير عام صندوق التنمية وإعادة اعمار ليبيا، وحاتم العريبي. الشركات المصرية اللي شغالة هناك، شركة نيوم للتطوير العقاري لصاحبها ومالكها الحاج إبراهيم العرجاني فخر السنوية، و10
والمقاولون العرب وأوراسكوم وحسن علام. بالمناسبة أوراسكوم وحسن علام مع نيوم أيضا عاملين شغل في الغرب مع الدبيبة مش بس في الشرق. طيب الإمارات وصندوق التنمية الليبي موجودة هناك برضو بعد موضوع دارنا، وشركة جلوبال كونتراكتنج الإماراتية عملت وقعت عقود مع بالقاسم حفتر عشان تعمل مشروعات في دارنا. تاني يوم ما الشركة دي وقعت العقود دي كان إبراهيم العرجاني في ليبيا قابل بالقاسم حفتر، وقع معاه عقود لـ11 جسر هيعملهم هو مع ابن خليفة حفتر والصندوق بتاع شرق ليبيا. في مايو 23 كان في وفد من المخابرات العامة المصرية ورجال الأعمال ركب طيارة زامبيا وراح قابل عبد الحميد الدبيبة، وعملوا شراكات اقتصادية في حاجة اسمها التحالف الثلاثي اللي فيه شركة نيوم وحسن علام وأوراسكوم، وارتبط إبراهيم العرجاني بشراكات مع السيد إبراهيم الدبيبة ابن أخو عبد الحميد الدبيبة. يبقى إذن إحنا هنا بنتكلم على شراكات اقتصادية أيضا موجودة ما بين العرجاني وما بين طرفي الصراع في ليبيا، لكن الأكثرية لجانب شرق ليبيا بالقاسم خليفة حفتر وصندوق الإمارات. ليبيا الحقيقة والوضع فيها ما بين حفتر وحكومة طرابلس، تعالوا نعيد التذكير بطرفي الصراع، ايه اللي كان حاصل في ليبيا، مين اللي بيدعم دول، مين اللي بيدعم دول، لو تطورت الامور لمواجهة عسكرية هذا يعني من من الاطراف الاقليمية سيتواجد في الاراضي الليبية. تعالوا نشوف مع بعض. خليفة حفتر وعقيلة صالح ومحمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي، دول اطراف الصراع. حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة، مجلس الأعلى للدولة خالد المشري، قوات الوفاق التابعة للجيش الليبي في طرابلس. مين أبرز الداعمين لحفتر وأبرز الداعمين للدبيبة؟ الإمارات، مصر، السعودية، روسيا، فرنسا، تشاد، إسرائيل، وحمدان حميدتي قائد الدعم السريع. أما بالنسبة للغرب الليبي أو الدبيبة فهناك تركيا، الجزائر، قطر، إيطاليا، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بنسب متفاوتة بالطبع. حفتر بيسيطر على مدن الشرق الليبي زي بنغازي، درنا، طبرق، بالإضافة إلى مناطق أخرى تمتد من سرت في الوسط حتى الحدود المصرية. أما حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دولياً فبقيادة الدبيبة بتسيطر على المناطق الغربية من ليبيا بما في ذلك العاصمة ومحيطها، وتسيطر على مدن زي مصراتة والزاوية وبعض المناطق في الجبل الغربي. هل تشعل مصر الأزمة في ليبيا؟ هل تريد مصر إحياء الانقسام مرة أخرى؟ أم أن طرفي الأزمة في ليبيا هم من أشعل الفتيل هذه المرة؟ أسئلة كثيرة عن طرد قيادات المخابرات العامة أو مسؤولين في المخابرات العامة المصرية من ليبيا، عن استقبال مصطفى مدبولي لرئيس الحكومة الليبية المنتخب من البرلمان ومعه بالقاسم حفتر، لماذا يشعل السيسي الصراع في ليبيا؟ أسئلة كثيرة أنقلها إلى ضيفي عبر الهاتف من طرابلس السيد صلاح البكوش المستشار السابق للمجلس الأعلى للدولة، وعبر سكايب من تونس السيد بشير الجويني الباحث في العلاقات الدولية. أهلا بكما، وأبدأ معك سيد صلاح البكوش، يعني لماذا اشتعل فتيل الأزمة بين مصر والحكومة الليبية حكومة الدبيبة في هذا التوقيت؟ أعتقد أن ما حدث أخيرا ليس سوى حلقة أخرى في سلسلة من الحلقات التي عبرت فيها حكومة السيسي عن ازدراءها الكامل للدولة الليبية وللشعب الليبي. أنا الآن على بعد حوالي 300 متر من الطريق الدائري الثالث من أكبر الطرق في ليبيا، وتنفذه ائتلاف شركات مصرية. وقع العقد مع حكومة الوحدة الوطنية بقيمة أكثر من 600 مليون دولار.
الآن العمل جاري. ومن ثم نذهب اليوم إلى موقع رئيس رئاسة الوزراء في مصر ونجد صورة لرئيس الوزراء المصري مع رئيس الحكومة الموازية التابعة لحفتر، والعنوان رئيس الوزراء يقابل نظيره الليبي. هذا مخالفة صريحة لقرار مجلس الأمن 2259 لسنة 2015، والذي ينص حرفيا على أن الدول الأعضاء وخاصة الدول الإقليمية يجب أن توقف أي علاقات مع الأجسام الموازية خارج نطاق الاتفاق السياسي الليبي. هذا ليس بجديد، قامت حكومة السيسي بذلك مع حكومة الوفاق وما إلى ذلك. وأعتقد أنه حان الوقت للحكومة الليبية أن تتوقف عن سياسة الإرضاء للحكومة المصرية وأن تتخذ خطوات جريئة تعبر فيها عن استياء الليبيين وعن سيادة ليبيا وعن حق ليبيا في أن تعيش بدون تدخل من نظام دكتاتوري كالنظام السيسي. طيب، ولكن يعني الشهر الماضي الرابع من يوليو التقى مصطفى مدبولي رئيس الحكومة المصرية مع عبد الحميد الدبيبة الذي أعلن أو قدم في الإعلام الرسمي المصري كرئيس الحكومة الليبية، ووعد الدبيبة بالتدخل لحل أزمة الكهرباء في مصر. بعدها بشهر واحد نفس الإعلام المصري يتهم الدبيبة بأنها حكومة غير شرعية ومغتصبة للسلطة. ما الذي تغير في أقل من شهر؟ الحكومة المصرية تعتقد بأن ليبيا دولة فاشلة وتستطيع أن تقوم بما تريد في ليبيا عن طريق التلاعب، هذا التلاعب الواضح والسخيف الذي تقوم به بالشرعية الليبية. تستقبل الدبيبة وتقوم باستلام 700 مليون دولار وديعة منذ أشهر من المصرف المركزي في طرابلس، ومن ثم تستقبل حكومة حماد التي لا يعترف بها المجتمع الدولي. والسفير الليبي في القاهرة هو سفير تابع لحكومة الوحدة الوطنية وليس تابع لحكومة حماد. يعني ما الذي يعنيه هذا استهتار كامل، وعلى الدولة الليبية أن ترد. وأعتقد أن مجرد إعلان دبلوماسيين مصريين شخصيات غير مرغوب فيها، هذا أعتقد أنه رد بسيط ولا يرقى لمستوى الحدث. هذه نقطة هامة في الحقيقة أتحول بها للسيد بشير الجويني. ما تم الإعلان عنه هو ليس طرد دبلوماسيين ولكن طرد أعضاء أو مسؤولين في المخابرات المصرية من ليبيا. ما الذي يعني هذا؟ جيدا، الصوت ضعيف جدا سيد بشير. يعني مثلا طبعا هذه معناها تقرأ في الجانب العلاقات الدولية والجانب الدبلوماسي كإشارة على أن العلاقات ما هيش في أحسن حالاتها، رغم كما استمعت قبل قليل الزيارات المتوالية هنا وهناك. وهذا الحقيقة يطرح أكثر من سؤال حول طبيعة العلاقة ما بين النظامين. طبعا نحن هنا يجب أن نميز بشكل واضح بين النظامين وبين العلاقة الممتدة بين الشعبين المصري والليبي. أعتقد أنه سواء البيان الأخير الذي صدر عن وزارة الخارجية أو استقبال مصر الرسمي لأسامة حماد ممثلا عن الحكومة المعتمدة من مجلس النواب، كل هذا يدخل في إطار سلسلة طويلة من أحداث شهدتها العلاقات المصرية الليبية. خلينا نذكر بأنه نفس هذه الحكومة، حكومة الوحدة الوطنية، هي التي استقبلت في ميدان الشهداء، والرمزية التي يحملها ميدان الشهداء في ليبيا هي التي استقبلت عباس كامل رئيس المخابرات المصرية. وأيضا تم إسناد يعني كما استمعت قبل قليل عدد من الصفقات المهمة، إضافة إلى حديث حول مليون عامل مع وزارة العمل وغيره، يعني من الإشارات الاقتصادية التي فهم منها محاولة ترطيب العلاقات ما بين القاهرة وطرابلس. ولكن
في نهاية الأمر أعتقد أنه بالواقع المسألة لم تنجح، وحكومة حماد تم استقبالها بشكل رسمي. هل أنه هذا أن مصر والقاهرة يعني تضع الحكومتين في موضع خلينا نقول التساوي، أو في موضع الرغبة في يعني جلب أكثر ما يمكن من المصالح سواء من الشرق أو الغرب؟ هل أنه هذه استراتيجية؟ هل أنه هذه تدخل في إطار رؤية كاملة للعلاقات المصرية الليبية؟ ونحن نعرف وتقريبا كلنا نتحدث أنه العلاقات المصرية الليبية لا تدار أساسا من وزارة الخارجية، ولكن تدار بشكل خلينا نقول أكثر فيه الجانب الأمني اللي هو قد يكون طاغي على هذه العلاقات. كل هذه أسئلة تطرح، ولكن محصلة أنه نحن أمام محطة قد تكون وفقا لتقارير كثيرة معطلة لأجزاء كثيرة مما تم المضي فيه في محاولة ترطيب العلاقات ما بين المنطقة الغربية وبين حكومة الوحدة الوطنية وبين الجانب المصري، ولكن تقديري أنه هذا يقرأ في إطار أوسع قد يكون منه أيضا اللقاءات التركية الليبية خاصة مع الجانب المنطقة الشرقية، ولقاء نجل المشير خليفة حفتر مع وزير الخارجية التركي. أعتقد أن هذه كلها رسائل وتدخل في إطار هذه الحراك الذي رأيناه قبل أسابيع، بداية من انتخاب رئيس جديد للمجلس الأعلى للدولة وما صاحبه، وقضية محاولة اعتقال أو اختطاف أو اغتيال أحد نواب المجلس الأعلى للدولة. ويعني هناك يعني نهاية بما يحدث اليوم مع مجلس النواب الليبي وسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية. هذه نقطة أهم سيد بشير، أعود بها مرة أخرى للسيد صلاح البكوش. السيد صلاح، عندما يعلن برلمان طبرق أنه قد ألغى أو سحب الولاية الشرعية لحكومة الدبيبة وأصبحت ولاية حكومة غير شرعية، من سيتعامل مع هذا التصويت من برلمان طبرق؟ يعني هل ستعترف تركيا، المجتمع الدولي، الأمم المتحدة، قطر، الجزائر، الدول التي تعترف بالحكومة الليبية في طرابلس، هل ستتعامل مع هذا البرلمان وهذا القرار بجدية؟ لا، شوف الاتفاق السياسي الليبي الصادر في جنيف أسس حكومة الوحدة الوطنية، وأختار في جنيف، ليس البرلمان الذي اختار، ليس مجلس النواب الذي اختار، وليس مجلس الدولة الذي اختار، الملتقى السياسي الليبي مكون من 75 شخصية ليبية كان فيه 13 عضوا فقط من مجلس النواب، ذلك الجسم هو الذي اختار الحكومة الليبية، وبذلك هذه الحكومة هي الحكومة الشرعية إلى أن يلتئم الملتقى السياسي الليبي من جديد ويقرر اختيار حكومة جديدة أو إقرار انتخابات. هذا واضح، ولهذا السفارات هنا في طرابلس، السفارات الليبية في الخارج، من يعين السفراء، السفراء الذين يعملون الآن هم سفراء عينتهم حكومة الوحدة الوطنية، ومن يحتل كرسي ليبيا في الجامعة العربية في مصر والسفير الليبي في مصر يمثلون حكومة الوحدة الوطنية ولا يمثلون حكومة حماد. مجلس النواب الليبي أسس في 2014 وحسب الإعلان الدستوري مدة ولايته 18 شهرا تنتهي في 15 أكتوبر 2015، وحكمت المحكمة الدستورية في ليبيا في 2014 ببطلان انتخابات مجلس النواب. هذا المجلس له الآن في السلطة أكثر من 10 سنوات، والإعلان الدستوري ينص على أن لا يمدد له إلا باستفتاء. فقصة الشرعية، نحن نعيش أزمة شرعية في ليبيا، ولكن هذا التلاعب من قبل حكومة السيسي يجب أن لا يمر،
يجب أن لا يمر. وأنا أدعو الحكومة الليبية إلى وضع العقوبات الاقتصادية على الطاولة وتنفيذ بدء التنفيذ البعض منها. الحكومة الليبية ستوقع عقوبات على النظام المصري أنها تتعامل مع دولة ليبية. عفوا يا سيد صلاح، الحكومة الليبية أنت تقترح أن توقع هي عقوبات على الحكومة المصرية؟ بكل تأكيد. ما نوع هذه العقوبات؟ هذه إقفال التجارة البينية، إرسال العمال المصريين إلى مصر، ووقف المشاريع التي تتعامل فيها الشركات المصرية في ليبيا. نحن لا نحتاج إلى أي شيء من مصر أبدا. نحن نحتاج إلى علاقات طيبة مع إخواننا في مصر، لأن علاقة قديمة. طيب دعني أتحول للسيد بشير الجويني مرة أخرى. هاجروا من ظلم الاستعمار الإيطالي إلى مصر. قطع سيد صلاح، سأعود إليك مرة أخرى. سيد بشير، إذن دعوة لفرض عقوبات من قبل الحكومة الليبية على الحكومة المصرية، ووفقا للسيد صلاح فليبيا لا تحتاج أي شيء من الدولة المصرية. تعليقك. يعني حقيقة أنا ما عنديش تعليق، ولكن ما أقوله هو أن العلاقات ما بين هذه الدول بين هذه المنطقة هي علاقات يعني راسخة. شفنا في محطات سابقة ما حدث في مصر وليبيا، وردات الفعل اللي قد تكون مبنية على العاطفة أكثر منها على يعني مبادئ المتحدث عليها بتاع حسن الحوار وبتاع يعني التاريخ المشترك والواقع وأيضا مستقبل المشترك. ولكن هذا لا ينفي أن هناك يعني حسابات قد لا تكون في صالح الشعب الليبي أو الشعب المصري. كل هذا أعتقد أنه خلينا نقول القاعدة أنه من حق أي دولة أن يكون لها مصالح في دولة أخرى. هذا أعتقد أنه لا يمكن أن نتجادل فيه. ولكن وقتش تصبح هناك أشكال أن تكون هذه المصالح على حساب أمن واستقرار ويعني استقرارية الدولة الثانية. أعتقد أنه هذا يمكن أن يتم الحديث فيه. وأعتقد أنه الحكومة الليبية ودولة ليبيا دولة حرة مستقلة ذات سيادة قادرة على يعني إنفاذ ما تراه يناسب مصالح مواطنيها ومصالحها الاستراتيجية. ولكن رغم كل هذا أنا أقول أنه نحتاج أكثر من أي وقت مضى أن نفكر خارج هذه التحالفات الثنائية الضيقة التي ترى في المسألة. طيب خارج هذه التحالفات الثنائية الضيقة لا يمكن ألا نقرأ زيارة الرئيس الإماراتي محمد بن زايد للسيسي في مدينة العلمين الجديدة يوم 29 من يوليو الماضي، لأن كل شيء في ليبيا انفجر بعد هذه الزيارة. عقبها زيارة لعباس كامل والتقائه أو لقائه بخليفة حفتر، ثم تدحرجت الأمور إلى الأسوأ. أين تقف الإمارات في هذا التصعيد الليبي المصري أو التصعيد الليبي الداخلي الآن بين الشرق والغرب؟ طبعا الإمارات لاعب معروف ولاعب عنده دور أساسي في ليبيا. هذا لا أقوله بشكل شخصي، هذا تقول التقارير الأممية الموثقة والطائرات الاتية وحتى القوات اللي تم القاع بعض منها في أرض طرابلس في المنطقة الغربية. هذا لا أتي بالجديد، ليش نكشف في أسرار، هذا معروف. ولكن أيضا ممكن اللي معروف ولكن لا نوقع عليه ظهور العلاقة الجيدة جدا ما بين الإمارات العربية المتحدة وحكومة الوحدة الوطنية، وخلينا نقول رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيب. نفس هذا الشخص هو الذي رتب معها بعلاقة سابقة قديمة مع الإمارات العربية المتحدة، استثمارات وإقامة وغيره، يعني رتب وجود إماراتي بأشكال مختلفة. العالم أنه الوجود الاستثماري أو تحت البند الاستثماري أو تحت التعالى الاستثمارية في قطاع النفط. ما نساوش أيضا رئيس المؤسسة الوطنية للنفط وعلاقته بالإمارات، والحديث حول أنه جاء في صفقة ما بين شرق ليبيا وغربها بمباركة وبرعاية إماراتية. كل هذا يقول أن الإمارات عندها دور، ودور واضح يعني لمحاولة احتواء ما حصل بعد 2011 في ليبيا. ولكن أعتقد أنه نحتاج أيضا أن نوسع دائرة الرؤية ونقول أن الإمارات صحيح عندها دور، ولكن مش فقط الإمارات. مع اختصار ما يحصل فقط في ليبيا بأنه
دور إماراتي ومصري أو شرق متوسط إذا كان صح التعبير، أعتقد أنه فيه إخفال للاعبين آخرين على درجة مهنية، لعل منهم لاعب تركي، لاعب روسي، الولايات المتحدة الأمريكية، الاتحاد الأوروبي، بلدان أفريقيا، جنوب الصحراء، الأزمة في السودان، كل هذه عوامل متدخلة ومتداخلة في الأزمة في ليبيا بنسب تختلف على حسب الجهة وعلى حسب قربها وبعدها من طرفي النزاع في ليبيا. ولكن وأختم بهذا، أعتقد ودائما ما أقول هذا التشبيه، أنه لو لم يكن الباب الليبي مفتوحا لكانت التدخلات الأجنبية أقل وأقل. شكرا جزيلا لكما، عبر الهاتف صلاح البكوش المستشار السابق للمجلس الأعلى للدولة من طرابلس، وعبر سكايب من تونس بشير الجويني الباحث في العلاقات الدولية. مهم جدا بيتكلم عن الوضع الاقتصادي في مصر من بعد ثورة 52 وحتى اللحظة، محطات الأزمات الاقتصادية اللي مرينا بيها، أسبابها المتكررة، النظام أو الأنظمة المصرية بتسند ظهرها على إيه العنصر القوى المتكرر، والأنظمة المصرية والحكومات المتعاقبة من أيام جمال عبد الناصر مرورا بالسادات ومبارك ووصولا لسيء الذكر بيعتمدوا عليها. ايه اللي ممكن يحصل؟ ايه السيناريوهات اللي احنا ماشيين فيها؟ تقرير الحقيقة دقيق جدا لمركز بيترسون للاقتصاد او للدراسات الاقتصادية بيتكلم عن الازمة الاقتصادية في مصر 2023-24، هل تكون مختلفة هذه المرة؟ وبيتكلم جزء كده منه قبل ما نتكلم عن تلخيص التقرير، بيقول ان مصر تجنبت كارثة اقتصادية كاملة في اوائل عام 2024 عندما قام صندوق النقد الدولي واخرون لمصر بضخ شريان حياة مالي للحد من خسائرها من احتياطيات النقد الاجنبي، وقالوا بعد كده انه الازمة بتاعة 23-24 دي واحدة من 8 ازمات حصلت بشكل مشابه من 1952. طيب تعالوا نشوف التفاصيل كده لمعهد بيترسون. الحقيقة 2 من الباحثين، روشيل راجواي حاجة زي كده، والتاني اسمه تقريبا عدنان مزاري، واحد في هارفارد كينيدي سكول والتاني في بيترسون انستيتيوت للإيكونومي. 2 ليهم باع طويل في الدراسات الاقتصادية ولهم تقارير كثيرة وأوراق كثيرة منشورة عن الأوضاع الاقتصادية مش بس في مصر لكن في دول كثيرة جدا، وعاملين مجموعة من المقابلات المهمة مع أشخاص أيضا لديهم ثقل اقتصادي وبحثي فيما يخص مصر والاقتصاد بتاعها. وبالتالي الدراسة المرة دي مختلفة شوية، إنه مش متكلم بس عن إحنا النهاردة صندوق النقد الدولي والتضخم، لا خالص، الراجل راجع لورا قوي جايب لك التاريخ والتشابهات ما بين الأزمات اللي حصلت. تعالوا نبدأ ونشوف كده دراسة معهد بيترسون قالت إيه عن الأزمات الاقتصادية في مصر. منذ تأسيسها عام 52 مرت البلاد على الأقل بثمانية أزمات رئيسية. بتقول إن مصر دايما كانت بتحل الأزمات الاقتصادية بتاعتها عن طريق المقرضين الدوليين، وكان أول تدخل من صندوق النقد الدولي في أزمة قناة السويس سنة 1956. البلد كمان تفادت كارثة اقتصادية كبرى في 2024 عن طريق الإنقاذ الخارجي. تعالوا نشوف كده الأزمات اللفت للنظر. الحقيقة اللي لفت انتباهي قوي في التقرير ده، تقريبا مصر يا جماعة من 1952 كل 10 سنين عندنا أزمة اقتصادية كبيرة تقريبا كده. 52 هنشوف التواريخ دلوقتي، 52 56 62 73 79 90 91 2002 2003 وبعدين 2016 وبعدين النهارده 2024. تقريبا كل 10 سنين انت بتواجه ازمه كبيره جدا لاسباب مختلفه، لكن في عوامل مشتركه في كل الازمات اللي حصلت، سواء على مستوى الاسباب او حتى على مستوى الحلول، الحكومه بتتعامل مع الازمه ازاي. تعالوا نبدا كده ونشوف تقرير بيترسون ده بيقول لنا الأزمات الاقتصادية في مصر بدأت إمتى وكل كام سنة بيحصل لنا أزمة اقتصادية مشابهة. فمثلا أزمة تأميم قناة السويس سنة 1956، فتدخل صندوق النقد الدولي للمرة الأولى. بعدها بكذا سنة، 7 سنين تقريبا، سنة 1962 كانت الأزمة الاقتصادية المرة دي في مصر نتيجة التوسع في الإنفاق العسكري والإنفاق الحكومي، فدخلنا في أزمة كبيرة جدا. بعدها ب 11 سنة سنة 73 كان في أزمة نتيجة الحرب، وبدأت للمرة الأولى تظهر سوق سودا وأسعار صرف متعددة، ما يبقاش سعر موحد للجنيه قصاد الدولار أو العملات التانية. بعدين بنوصل للتعويم في سنة 1979،
اتخفضت قيمة العملة بشكل كبير جدا، اتعوم الجنيه بعد سياسات الانفتاح الاقتصادي في عهد الرئيس الراحل أنور السادات. بعدين ما بين 1989 و1991 وبينهما حرب الخليج حصل تراجع في عائدات النفط كبير جدا، تراجع في التحويلات، تراجع كمان في عائدات السياحة أو إيرادات السياحة، وبالتالي أيضا أجبر النظام أو الاقتصاد المصري على دخول في أزمة كبيرة جدا، وأيضا تحرك في قصة التعويم. 2002-2003 بسبب شح العملة الأجنبية ونشاط السوق الموازي دخلنا برضو في أزمة مشابهة، وبنوصل ل 2016 في الأزمة الشهيرة بعد صندوق النقد الدولي والتعويم اللي حصل وارتفاع الأسعار، وبدأنا ندخل في الإجراءات الاقتصادية القاسية اللي خدها سيء الذكر في رفع الدعم وخلافه، وبعدين بنوصل ل 2023-2024 إن الأزمة بتتفاقم بسبب عوامل كوفيد، حرب أوكرانيا مع روسيا، وأيضا الحرب على قطاع غزة. طيب بيقول لنا إيه التقرير؟ بيقول لنا إن إحنا عندنا أسباب متكررة، أسباب بتتكرر مع كل أزمة من 52 ل 56 ل 62 ل 73 79 90 2002، كل مرة في أزمات متكررة. تعالوا نشوف التقرير ده رصد إيه. أول حاجة إنه الحكومات المتعاقبة في مصر بتعتمد على فكرة الموقع الجغرافي الاستراتيجي للحصول على دعم مالي، إن إحنا مصر أكبر من أن تفشل يا جماعة، لأن قيمتنا كبيرة، لأنه الهجرة غير الشرعية، لأنه عدم الاستقرار في المنطقة، لأنه أمن إسرائيل، لأنه نقل الثورات للخليج، لأسباب مختلفة إحنا لينا خصوصية جيوسياسية، وبالتالي بنلعب على الموضوع ده، أو الحكومات بتاعتنا بتلعب على الموضوع ده بشكل كبير جدا. فبتقول إنه الاعتماد دايما على القصة دي بيقلل من الضغط على الحكومة عشان تنفذ إصلاحات هيكلية ضرورية. ما خلاص انت دايما بتلعب على المصلحة بتاعتك عند الآخرين، فانت مش محتاج تصلح من نفسك. كمان النخب العسكرية المتحكمة في السلطة في مصر وفي الاقتصاد لديها مصالح راسخة في الحفاظ على الوضع الراهن، وده اعتقد واضح جدا من ايام جمال عبد الناصر وحتى اللحظة. النقطة اللي بعد كده كمان في الأسباب المتكررة للأزمات، ان الجيش لم يعد مؤسسة عسكرية بل تحول لجزء لا يتجزأ من النظام السياسي في مصر، فخلاص أصبحت السياسة هي الجيش والجيش هو السياسة، وده طبعا بيمنحه قوة كبيرة أنه بيعارض أي محاولات لتقليص نفوذه في الاقتصاد، وأي محاولة للحد من دور الجيش في الاقتصاد قد تؤدي إلى عدم استقرار خطير. نرجع هنا عشان أفكر حضراتكم بحاجة يمكن اتكلمنا عنها أكتر من مرة. يوم 13 يناير 2023، نشر الباحث يزيد صايغ في فاينانشال تايمز البريطانية مقال مهم جدا، انه السيسي ممكن يأخر الصدام مع الجيش لكن مش هيعرف يلغيه او مش عارف يأجله للأبد، وانه هيصطدم معاه في فكرة خروج الجيش من الاقتصاد. كان بيتكلم عن النقطة دي تحديدا، هنا انا بيقولك ان محاولة الحد من دور الجيش في الاقتصاد هيؤدي لعدم استقرار خطير. يزيد صايغ في الوقت ده كان بيتكلم انه مش هيعرف يأخر الصدام كتير مع الجيش، لان لازم الجيش يخرج من الاقتصاد لو الناس عايزة تحصل اصلاحات هيكلية في الاقتصاد المصري. لكن تقرير بيترسون هنا بيقولك لا، هو الجيش اصلا مش هيسمح بحاجة زي كده، سواء بقى اجله اخره، الجيش واقف يعني زي ما بيقولوا كده خلاص حائط صد امام اي محاولة لاخراجه من الاقتصاد. نرجع ونكمل. بيقول طيب بعد 2016 ليه الازمات الاقتصادية زادت قوي كده في مصر؟ تعال نشوف التقرير بيقول ايه. بيقول لك الجيش زود مشاركته في تنفيذ وإدارة العديد من المشاريع القومية الكبرى، توسع الجيش في قطاعات استراتيجية زي الصناعات، زي الأغذية، زي إدارة الموانئ، دخل كمان في القطاعات المدنية اللي كان بيشرف عليها القطاع الخاص. التوسع ده زود الدين العام وزود العجز المالي، والجيش استفاد منه بشكل كبير جدا. توسع الجيش في الاقتصاد لم يساهم في خلق فرص عمل بل أدى لتفاقم البطالة خاصة بين الشباب، لأن الجيش بيعتمد على سخرة العساكر اللي شغالين معاه، والدور المتزايد للجيش جعل من الصعب تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية. أقول لحضرتك على حاجة، ملاحظة قريتها على الناس اللي لخصوا التقرير ده على تويتر ونشروه. في حد لفت انتباهه أن كلمة ميليتري العسكر أو الجيش ذكرت في هذا التقرير تقريبا 73 مرة. هو تقرير حوالي 24 صفحة، فأنت بتكلم 73 مرة يعني تقريبا في كل صفحة 3 مرات تقريبا، يعني فعدد كبير جدا من المرات اتكلموا فيه كله عن الجيش. التقرير بيتكلم عن دور الجيش، عشان كده التقرير اللي زي ده
ما ينفعش تطلع تقول عليه اخوان مسلمين، ما ينفعش تطلع تقول عليه اهل الشر، ما ينفعش تطلع تقول عليه اصل هم مش فاهمين حاجه. يا جماعه الخير، في ناس بتتعامل مع مصر انها بلد مهمه، وبالتالي لما بتكتب تقرير زي ده هي بتكتب عن بلد مهم له قيمه، له مكانه، له اثر، له حيثيه في المنطقه، وبالتالي لازم الناس اللي بتشتغل في البلد دي او مسؤولين عنها تقرا مثل هذه التقارير. يعني مش عارف اقول لك بضمير مفيش ضمير، بفهم مفيش فهم، بعقل مفيش عقل. هقول ايه؟ هيقروا التقرير اللي زي دي؟ ما تقروش، يطلعوا اشتموها. اقول لك على حاجه، انت اصلا مفيش فيك رجاء والله. لا ما انا بكلم مين يعني؟ هطلع مثلا اقول لسيء الذكر اقرا تقرير بيترسون؟ بيترسون مين؟ هقول لك ايه؟ طيب هقول له بيقول لك اصله مش عارف ايه وتقليص نفوذ. نفوذ مين يا عم؟ صلي على النبي، احنا عايزين نفوذ. فلا ما تقروش يا جماعه، اطلعوا اشتموا التقرير. بيترسون دول اصلا اخوان. طيب نروح لنقطة تانية. الحاجات اللي بيقولوها دي، ما هو أي حد بيسمعها يقول لك إيه؟ طب يا باشا ما هو لو بلد زي مصر فيها كل الكلام ده بيحصل من 52، طب ما هو الناس لازم تتحرك، لازم تنفجر، لازم تثور، لازم يحصل اضطراب شعبي، لازم يحصل مشكلة في المجتمع، الناس ما ينفعش تستحمل. تعال شوف التقرير ده عبقري جدا في إنه لخص لك ليه الناس ما بتنزلش عشان الأكل، ليه الناس ما بتنزلش عشان الفلوس، ليه الناس ما بتنزلش عشان الدولار. تعال نشوف مع بعض الجزء الجاي من هذا التقرير. بيقول لك يا سيدي الحكومة بتخشى من التضخم خاصة فيما يتعلق بأسعار الغذاء، لأنه العقد الاجتماعي ما بين الحكومة والناس كان أنه دايما في دعم موجه للوقود والخبز والغذاء، وده ضمانا للاستقرار. لكن مؤخرا في عهد السيسي تم كسر هذا العقد فيما يتعلق بالخبز والوقود. طيب لكن بيقول التقرير جزء مهم قوي بيجاوب على سؤال ليه الناس ما بتنزلش عشان ثورة الجياع. قال لك انه الحكومة ما بقتش تخاف من الاضطرابات زي قبل كده. ليه بقى؟ تعالوا نشوف مع بعض مجموعة الاسباب اللي تقرير بيترسون بيقولها. بيقول لك يا سيدي انه النخب العسكرية واصحاب المصالح الراسخة بيدعموا النظام، وارضاء النخب العسكرية واصحاب المصالح دول أهم عند النظام من الجماهير. فحتى لو الجمهور نزل الشارع، المهم إن هو راضي الجيش وراضي الشرطة وراضي الناس دي. النقطة الثانية إنه بيعتمد على الدعم المالي والدبلوماسي من الحلفاء الدوليين وخاصة من دول الخليج. مصر أكبر من أن تفشل، وبالتالي الإمارات هتيجي رأس الحكمة تديني 35 مليار، السعودية هتيجي رأس جميلة تديني 22 مليار، وهكذا. ففي دايما رز خليجي جاهز انه ينقذ سيء الذكر من السقوط. النقطة اللي بعد كده، في اعتقاد عند النظام ان السيطرة طويلة الامد بتقود الى استقرار دائم حتى مع السخط الشعبي. السيسي مقتنع انه لما هيسيطر لفترة طويلة جدا على الناس ويقمعهم بالحديد والنار ويسجن ده ويحبس ده ويقتل ده وينفي ده، فهو كده هيحقق استقرار حتى لو الناس غضبان. وطبعا رأي متخلف جدا، لأنه هيحصل انفجار في الآخر لن يبقي ولن يذر. النقطة اللي بعد كده إن هو بيراهن سيء الذكر على أنه مع الوقت الناس هتتعود على الظروف الاقتصادية الصعبة، والحقيقة أن ده حاصل. يعني الناس مش عايز أقول لك متعودة، بس خلاص يعني هو بالنسبة له الناس إيه عم بيطلعوا يزعقوا على السوشيال ميديا، أسيبهم يزعقوا على السوشيال ميديا، لكن محدش بينزل الشارع. بيغلق الفضاء السياسي، وده بيضعف المعارضة وبيقلل إمكانيات تنظيم احتجاجات فعالة، ودور الجيش طبعا بيعزز من سيطرة الدولة وبيحد من قدرة القطاع الخاص على التأثير. وبالتالي هو هنا بيدي لحضرتك الأسباب أو الإجابات اللي الناس كلها بتسألها بقالها 10 سنين. عندنا مشاكل اقتصادية كبيرة جدا، عندنا أزمات اقتصادية كبيرة جدا، كل حاجة بتزيد. خلاص يا جماعة شيل كل حاجة بتزيد، الأسعار بتزيد، الكلام ده كله بيزيد، بيزود علينا، شيلوا يا جماعة الصورة خلاص. بيزود علينا الفلوس، بيزود علينا سعر العيش، الكهرباء، الفواتير، فين الناس؟ الناس ما بتنزلش. هو قال لك ليه الناس ما بتنزلش ضد عبد الفتاح السيسي؟ عشان الأكل والشرب، للأسباب اللي احنا استعرضناها. بيختم التقرير كما جرت العادة في هذه التقارير بالحلول، فبيقول لحضرتك الدولة المصرية النظام الحالي قدامه سيناريو من اثنين، إما سيناريو انه هيتغير، وإما سيناريو أنه يفضل يلف في دورة كاملة دائرة مغلقة ولن يحدث أي تغيير. تعال نشوف مع بعض إيه السيناريوهين اللي هو قالهم وأيهما أقرب للواقع المصري الآن. بيقول السيناريو الأول هو موضوع التحرر الاقتصادي، أنه يحصل تحرر اقتصادي
وان التحرر الاقتصادي ده عباره عن اصلاحات جريئه ومستدامه هيعالج فيها اسس المشاكل الاقتصاديه كويس، وهيعالج فكره هيمنه الجيش، وهيزود الشفافيه ويكافح الفساد. حد يقول لي يا عم انت بتحلم، ماشي انا بقول لك اللي هم قالوه. هيعيد تعريف العلاقه بين الدوله والسوق عشان يسمح بالنمو والابداع والتنويع، وهيخلق بيئه جديده يمكن ان تزدهر فيها المنافسه العادله. هيعزز استقلاليه القضاء، يحسن إدارة المالية العامة، يعزز ثقافة الجدارة الكفاءة، والمؤسسة العسكرية ستقبل فقط إذا أصبح النموذج الحالي غير قابل للاستمرار. يعني إيه؟ يعني إيه الكلام ده باختصار يا جماعة؟ باختصار كده أقول لحضرتك، يعني الرجل اللي في الصورة ده ما يبقاش موجود. بكل أسف بكل أسف الكلام اللي تقرير بيترسون قايلينه لن يتحقق منه أي شيء طالما ظل سيء الذكر موجود في المشهد. لو أنا طلعت لك في يوم بعرض لك الكلام ده وسيء الذكر مش موجود وبقول لك ان هو رحل او اختفى او مات او اي حاجة، فهنا في فرصة انه تحصل اصلاحات جريئة ومستدامة، في فرصة لمعالجة اسس المشاكل الاقتصادية. ليه؟ لان العقبة الاكبر في سبيل هذا الامر هو سيء الذكر مش حد تاني، هو اللي مكن الجيش، هو اللي عمل كل حاجة، فعدم وجوده يعني في مساحة ان حاجات كتير تتغير. طيب ايه السيناريو التاني؟ السيناريو الثاني هو الدورة الدائمة. يعني ايه الدورة الدائمة؟ اللي بعده يا جماعة، احنا لسه راجعين معلش بنسخن واحدة واحدة. طيب الصورة اللي بعد دي يا جماعة، شكرا جزيلا. بص يا سيدي، قالك ان مصر هتعمل اللي تعرفه. اللي هو ايه اللي تعرفه؟ انه هنفضل اسعار صرف ثابتة ونعتمد على الريع الجيوسياسي. مصر اكبر من ان تفشل، ادعمني يا بيه. بيقول لك في نهاية المطاف العملة هتختل، هتتدمر العملة قصاد الجنيه، العجز في ميزان المدفوعات هيزيد، هتبدأ دورة طلب مساعدات دولية من جديد، الشحات هيبدأ يشحت، المتسول هيبدأ يتسول، ويجي صندوق النقد الدولي بعدين يقول لك يلا يا بيه اعمل لي تعويم، يلا يا بيه خد دعم خارجي، وبعدين تفضل تلف في نفس الدايرة ولن يتغير أي شيء على الإطلاق. امتى يحصل تغيير؟ بص بقى السطر الجاي ده، تاني سطر في الصورة اللي هتطلع دلوقتي مهم قوي. بيقول لك انه لن يحدث تغيير الا اذا واجه النظام، مش دي اللي بعدها كمان، الا اذا واجه النظام منعطف طرق خطير يهدد بشكل جدي بقاء النظام. بس وانا ده اللي هختم بيه الحقيقة، انه انت لو حصل انه في منعطف طرق خطير او في تهديد حقيقي بيهدد بقاء النظام، ساعتها ممكن بس الناس تتحرك وتقول يلا هنغير، غير كده ففوضى سيء الذكر هتظل هي الحاكمة. مفيش انسولين في مصر بس احنا بنصدر، ده العنوان. فوضى سيء الذكر امتدت للأدوية، مش قلتلك هي حلقة النهاردة عبارة عن عنوان. ففوضى سيء الذكر وصلت للإنسولين. تعالوا نشوف الخبر ده من موقع المنصة من كذا يوم. مصر بدأت تصدير الإنسولين المحلي رغم ندرته في الصيدليات، ووزير الصحة بيقول دي شحنة صغيرة. طيب بعدين طلع الراجل علي عوف بتاع شعبة الأدوية باتحاد غرف التجارية، وطلع مع حمدي اسمه حمدي رزق، وقعد يكلمه على كلام غريب قوي. قعد يقول له دكتور حمدي احنا هنجيب أدوية، يا سيد حمدي هنجيب أدوية بيولوجية، وهدي المريض صباع كفتة يتغذى عليه، تاخد من المريض الإيدز حوله صباع كفتة، ده عبد العاطي كفتة. كان علي عوف ده قاعد مع حمدي رزق، الناس مش لاقية انسولين لا في صيدليات الإسعاف ولا في أي حتة، وهستعرض مع حضراتكم دلوقتي المصايب بتاعت الانسولين. والمعلم علي عوف طالع مع حمدي رزق كده ضارب حجرين حلوين وضارب حبيتين ترامادول وعامل دماغ، وبيقول له اننا مقبلون على الأدوية البيولوجية. فحمدي رزق لولا ان هو يعني هوى ولايف وما يصحش يقول كلام مش محترم كان قال له كلام مش محترم. لكن تعال نشوف حمدي رزق قال له. يا جماعة حمدي رزق مش انا مش هقرك، في فيديو يا اخوانا، في فيديو خلاص بقى مش مهم الفيديو خلاص، انا اسف، ما حمدي رزق ما قالوش حاجه. المهم موجود، طب يلا شغل.
طب البديل لا تاخد العشرة او ما تاخدش فيه. يعني انت بتكلمني عن وكأنك تجلس في مقعد في دولة اكتفت ذاتيا واتمأنت واستمتع اهلها بالعلاج والراحة، ثم بدأت تتكلم في تصدير والانكولوجي ومش الانكولوجي، تتكلم كلام يا عمي الناس مش لاقية الدواء الكونكور مش لاقيينه، مش لاقية الماكس تارد، الناس مش لاقية الجينوميت، انت بتتكلم عن الحاجات اللي هي البدائيات اللي هي مع الصبح والليل والدور والعصر، مين ورا ده؟ اولا عشان اسف على اللغه بس انا اتغصت منك ليه؟ انت هتقول لي هنصدر لشرق اوروبا ومحتاجين نصدر ايه؟ انا بقول لك انا مش لاقي الدواء بتاعي، انا شخصيا مش لاقيه. اولا انا بتفق مع حضرتك وليها قرايب مش لاقي انسولين، او لو حضرتك بشكل شخصي اصلا عايز انسولين ومش لاقي، او نزلت عند صيدليات الاسعاف بتاعت اللواء بهاء زيدان بتاع هيئه الشراء الموحد اللي السيسي كان بيخمس معاه في الفلوس ايام كورونا ومحدش يعرف عنها حاجه، لو حضرتك بتدور على الانسولين ومش لاقيه، أحب أقول لحضرتك أن الحكومة المصرية أعلنت في ديسمبر 2022 أن مصر قد اكتفت ذاتيا من الإنسولين، يعني ما عندناش أي مشكلة في الإنسولين. والله ده تصريح للحكومة أهو، وزير الصحة طلعوا لنا يا جماعة موقع الدستور كده، وزير الصحة تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنسولين المحلي قريبا أهو. ده 6 أغسطس 24. كان في خبر تاني كان في ديسمبر 2022، أعلنوا إن إحنا اكتفينا ذاتيا أصلا من الإنسولين. تعالوا نشوف مع بعض بعض الأرقام المهمة عشان نرحب بضيفنا ونعرف سبب أزمة الإنسولين. شوف يا سيدي، إحنا عندنا مجموعة من الأرقام. أول حاجة، مصر فيها تقريبا 11 مليون مريض سكر، بتحتل المركز العاشر عالميا من حيث عدد المصابين. معدل الانتشار تقريبا السكر بيصيب حوالي 17% من البالغين في مصر. احنا عندنا أزمة كبيرة جدا في موضوع الدواء أصلا، انه في حوالي 1000 صنف دواء مش متوفر في السوق المصرية، وناس بتقول ان احنا وصلنا ل 1500 صنف دواء كمان، مش 1000 بس. عندنا مشكلة في الانسولين المستورد، ما تيلا جماعة نقلوا الصورة بقى يا اما شلوها خالص. تمام. الانسولين المحلي اصبح غير متوفر الا في صيدلية الاسعاف، لكن مش دي المشكلة. المشكلة ان احنا عندنا مجموعة من الارقام الغريبة شوية. ازاي؟ في اي بلد يا جماعة الخير بتكون عارف الانتاج والاستهلاك بتاعك، تكون عارف انت بتنتج قد ايه وبتستهلك قد ايه والفجوة قد ايه او مفيش فجوة، مش كده؟ ولو انت انتاجك اعلى من استهلاكك فانت عندك فائض، وبالتالي الفائض ده بتصدره، يعني الناس بتتعلمها ألف به حياة يعني. لكن في مصر في حاجة غريبة جدا بتحصل. في مصر أرقام الاستهلاك فيها تضارب، فبيطلع 3 مسؤولين أو 2 يقولوا أرقام عكس بعض، كويس؟ والإنتاج بتاعنا لأ عارفينه، عارفين إن احنا بننتج كذا، لكن الاستهلاك مش عارفينه، وفي نفس الوقت ما احناش عارفين احنا عندنا فجوة ولا فائض، وفي نفس الوقت بنصدر. ايه الحكاية؟ تعال نشوف مع بعض. بص يا سيدي، 6 اغسطس في جولة تفقدية بمصنع المهن الطبية التابع لمجموعة اكدما، وزير الصحة ورئيس هيئة الدواء قالوا ارقام عكس بعض. وزير الصحة قال ان استهلاك المصريين يبلغ 27 مليون عبوة انسولين سنوية. رئيس هيئة الدواء علي الغمراوي قال ان الاستهلاك الحقيقي 13 مليون، يعني في 14 مليون فرق، مش مثلا 4 مليون 4 علب 400 علبة 4000، لا لا، في 14 مليون علبة فرق ما بين الاثنين. المهم، نفس رئيس هيئة الدواء علي الغمراوي ده قال حاجة غريبة قوي في شهر يوليو اللي فات في مداخلة مع حذاء الأنظمة أحمد موسى، قال إن الاستهلاك 350 ألف علبة، من 350 ألف ل 500 ألف، يعني حوالي من 4 ل 6 مليون تقريبا في السنة. طيب الطاقة الإنتاجية إحنا بننتج كام؟ مصنع أكدي مدى اللي هو المهن الطبية 18 مليون فايل و15 مليون خرطوش أنسولين، وعبد الغفار الوزير قال ان احنا عندنا 3 مصانع تانية بتنتج من 4 ل 6 مليون، يعني تقريبا احنا اجمالي الانتاج بتاعنا تقريبا كده 24 مليون. تقريبا اجمالي الانتاج بتاعنا 24 مليون فايل في السنة. الاستهلاك بتاعنا وزير الصحة بيقول 27 مليون. رئيس هيئة الدواء بيقول ان هي 13 مليون. نفس رئيس هيئة الدواء كان شارب حاجة بيقول 6 مليون. أنا مش عارف أنه رقم فيهم، بس تمام. طيب نكمل. احنا بدأت عندنا 3 أرقام استهلاك ورقم انتاج، نكمل بقى نشوف احنا بنعمل ايه في الانسولين، ايه سبب الازمة بقى يا جماعة. بنكتشف يا عزيزي ان احنا بنصدر. وزير الصحة اللي بيقول يوم 6 اغسطس ان احنا
لا نعاني من أي مشكلة في إنتاج الإنسولين المحلي والأزمة الحالية متعلقة بالمستورد، قال إن مصر لم تصدر إلا شحنة واحدة صغيرة. لكن الحقيقة الوزير بتاعنا طلع كذاب. ليه بقى؟ لأنه في مارس الماضي معالي الوزير قال إنه مصر بتصدر الإنسولين ل 11 دولة أفريقية بالإضافة إلى كوبا. فإحنا بنصدر ل 11 دولة وبنصدر لكوبا. وقال كمان إنه الإنسولين، الاعتماد على الإنسولين المصري غير كافي ولا يغطي احتياجات الدولة. بس أقول لحضرتك كمان حاجة لطيفة جدا، الوزير ده قال جملة غريبة قوي يومها. خلاص يا جماعة خلاص تعال، قال لك إحنا بنصدر ل 11 دولة والكوبا لأنه مصر ملتزمة والله قال كده، قال إن مصر ملتزمة بإيصال الإنسولين إلى أي مكان محتاج في العالم لأنه ده التزام أخلاقي لمصر. طب والشعب المصري الشقيق؟ طب والناس اللي قدام صيدلية الإسعاف؟ يعني الناس في تشاد، يعني نروح نعيش في تشاد عشان ناخد إنسولين؟ نروح نقعد في كينيا؟ نقدم هجرة للسنغال معالي الوزير عشان التزام مصر الأخلاقي؟ طب اعتبرنا كوبيين، ايه رأيك؟ اعتبرنا من الشعب الكوبي الشقيق. يا جماعة روحوا خدوا جنسية كوبا، يمكن الوزير يوصل لكم انسولين. اسئلة كتيرة جدا عن موضوع الانسولين ونقصه وتصديره، انقلها لضيفي عبر سكايب من لندن دكتور مصطفى جويش وكيل وزارة الصحة المصرية الاسبق. اهلا بيك دكتور. دكتور مصطفى سامع لي، اسمع الصوت دكتور مصطفى، هل سامعني؟ لا اسمع. انا سامع حضرتك كويس، هل صوتي وصلك؟ دلوقتي وصل. ايه طيب، خلينا ابدا مع حضرتك بسؤال، ليه في ازمه انسولين في مصر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحيات حضراتكم سادة المشاهدين. هو الحقيقه ليه في ازمه؟ لان احنا حاسين ان في ازمه، الناس قدام الصيدليات مش لاقيين انسولين، قدام صيدلية الاسعاف طوابير طويله مش لاقيين انسولين. ولكن الحقيقه ان بنسمع كلام المسؤولين ان في انسولين، وغالبا بيقولوا بيصدر، يبقى اذا هيكون السبب الواضح جدا ان اولا لا يوجد ادراك او وعي حقيقي بتوزيع الانسولين داخل الجمهوريه، ويسمى بالتتبع الدوائي للمنتج من الانسولين. الحاله الثانيه ان في تصدير، وتصدير عشوائي لا يتفق او لا يتم بعد توفير الاحتياجات، والمفروض فعلا توفير الاحتياجات الاول وبعدين يبدا تصدير الفائض. لكن واضح جدا ان التصدير لا اولويه، التصدير الخارجي لا اولويه، بهدف جلب الدولار اولويه تفوق الاهتمام بصحه المواطن المصري. طيب لما نتكلم عن فكره التصدير والاكتفاء الذاتي، هو هل يعقل في اي منتج طبي دكتور ان وزير الصحه يقول ان استهلاكنا 27 مليون، رئيس هيئة الدواء يقول في مرة 13 مليون وفي مرة تانية 6 مليون؟ يعني ده أمر طبيعي بيحصل؟ الفرق ده ممكن يحصل؟ هو ده بيؤكد على وجود عشوائية في جمع المعلومات، في جمع البيانات أساسا من القاعدية من مصادرها. في يوجد عشوائية في موضوع حصر الأدوية توزع في السنين الماضية، لأن الحقيقة كان حتى لو جينا ناخد الرقم المرضى من على أساس الدولة هل هي مختلفة عن الأرقام الموجودة عند جمعية مثلا السكر. ده الحقيقة بيدي نوع من الخلل في اتخاذ القرار. لما يطلع عندنا كلام وزير الصحة مع كلام رئيس الدولة المصرية في هذا الفرق الكبير، هذا يعني أنه لا توجد معلومات دقيقة، لا يوجد رفع واقع في الوزارة ولا في هيئة الدواء، وبالتالي نتوقع انه لا يوجد حل لتلك المشكله في القريب العاجل. يمكن ده مؤشر، يمكن مؤشر خطوره ان في تضارب، عدم تركيز، اداء مهامهم الوظيفيه بهدف الحفاظ على صحه وسلامه وامان المواطن المصري. لما يطلع عندنا مثلا متحدث الصحه يقول عندنا اكتفاء ذاتي من جميع الادويه، ويقول ان احنا بدانا فعلا خطه الدواء وتوفير الدواء ثلاث شهور بدأوا من شهر يونيو الماضي، ده كلام متحدث رسمي من ثلاث ايام. فهل يطلع عندنا مسؤول لهيئه الدواء او مسؤول في التجاريه بيتكلم لسه هنبدا من دلوقتي؟ يطلع رئيس الوزراء يقول من نص يوليو الماضي هنبدا. حتى بدء الخطه في اختلاف في مواعيدها، الكميات المنتجه في اختلاف في كمياتها. وزير الصحه بيقول ان المصنع بينتج 12 مليون وطاقته 18 واحنا محتاجين 27. طيب ما هو هذا الكلام
وفي نفس الوقت يقول بيصدر ل 11 دوله افريقيه، وبيصدر لكوبا، وبيصدر لدول امريكا الجنوبيه. ده الحقيقه كلام غير مسؤول بالمره. ومن حق هنا الناس فعلا انها تقلق، واللي بيؤكد على وجود قلق فعلا او وجود حق ان الحقيقه على ارض الواقع هي الطوابير الموجوده امام صيدليات الاسعاف، والحد المعاناه اللي بيعاني منها المصريين من فتره طويله جدا من بعد تلك الازمه. طيب موضوع طوابير صيدليات الاسعاف، الحقيقه اللي هو بهاء زيدان رئيس هيئه الشراء الموحد المسؤول عن صيدليات الاسعاف واللي عمل لها تطوير خلاها اسعاف 24، كتر الف خيره وقال ان احنا هنعمل 13 صيدليه اسعاف في محافظات مختلفه عشان الناس ما تجيش بس عند صيدليات الاسعاف اللي يعني قرب رمسيس. هي المشكله في الصيدليات دكتور ولا في الانسولين اصلا؟ المشكله في عدم وجود توزيع حقيقي للدواء، وعدم ادراك حقيقي لاماكن الاحتياج الاكثر على مستوى الجمهوريه، لان هو المفروض الاصل ان الانسولين يكون موجود في الصيدليات بحيث يكون في متناول جميع الناس لو التوزيع الجغرافي، لان عندنا اهم حاجه في المنتج انه يكون متوفر ومتاح. متاح يعني ايه؟ يعني جغرافيا من سهل الوصول اليه. لكن لما اقول اعمل صيدليه اسعاف في القاهره والناس بتسافر من محافظات القاهره وتقضي اوقات طويله، وحتى لو فتح في 13 محافظه كمان او حتى في كل المحافظات، وعندنا صيدليه اسعاف في العاصمه لكل محافظه فقط 27 محافظه، ايضا في معاناه شديده جدا على مرضى الانسولين واهلهم عشان ياخدوا العلاج. والاغرب من كده ان بعض الناس اشتكوا من رصد الاسعاف في القاهره بيطلبوا منهم تحاليل للانسولين، التحاليل تكون تحاليل حديثه، فده ايضا نوع من المعاناه الشديده الاكثر شده او الاكثر تاثير هذا الدواء الحيوي زي الانسولين، او عدم وجود رؤيه واضحه امام المسؤوليات بخطط التوزيع. طيب هم الحكومه بتقول انها تحل الازمه عن طريق حاجه اسمها التوزيع الافقي. يعني ايه توزيع افقي؟ وهل ده يحل الازمه فعلا ولا لا؟ دكتور مصطفى؟ معانا؟ طيب على كل حال اشكرك شكرا جزيلا دكتور مصطفى جويش وكيل وزارة الصحة المصرية الأسبق. واضح ان احنا عندنا مشكلة في الصوت، لكن قبل ما اختم عايز اقول لحضراتكم بس على قصة قصيرة حزينة. مشكلة الانسولين مش اول مرة. يعني ايه؟ يعني حضرتك 11 مليون مريض سكر عايزين نسبة منهم عايزة انسولين، وزير الصحة بيقول عندي 27 مليون لكن بيروح يصدر ليه؟ لانه عايز فلوس ليه؟ لانه راح عمل عاصمة ادارية وعمل عالمين وعمل كذا واتزنق في الفلوس، فبالتالي بيحرم حضرتك من حقك في الدواء عشان يروح يصدر ويدخل لنفسه عملة صعبة انت ما بتستفدش بيها. فدي اول حاجة. عمل كده في البطاطس برضو، كان عندنا مشكلة في البطاطس، سعر الكيلو زاد جدا، الناس بدأت تشتكي، التجار بيصرخوا يا جماعة مفيش بطاطس في السوق. بنكتشف ايه؟ ان هم بيصدروا البطاطس، بيطلع سعيد ابو صدام ولا صدام ابو حسين ولا معرفش اسمه ايه، حاجة صدام وحاجة حسين بتاع نقيب الفلاحين، بيقول يا جماعة مش لازم تاكلوا حاجة غالية، كلوا اي حاجة، مش لازم بطاطس، مش عارف كذا. ونكتشف ايه في الاخر؟ ان هو بيحرمك من سلعة غذائية هي حقك عشان يصدرها بره. الموضوع ده ما حصلش بس في البطاطس يا جماعة، ده حصل كمان في الكهرباء لما بدأ في 2022. ومصانعك بدأ يسحب منك الكلام ده، يخنقك، يخفف أحمال، يضلم عليك البيت عشان يصدر هناك الغاز لأوروبا، يجيله دولارات. جاله فعلا دولارات 9 مليار في سنة 2022-23، وبعد كده حقل ظهر اتسرب له مية، وبعد كده بدأ إنتاجنا يقل، وبعد كده اترهن قرارنا لإسرائيل. فوضى سيء الذكر. كما بدأت أختم هذه الحلقة، فوضى سيء الذكر، مش بس في الأولمبيات، مش بس في حبس الناس اللي بتفهم ورموز الوطن زي يحيى حسين عبد الهادي وآلاف غيره داخل المعتقلات، مش بس في التعامل مع ليبيا وإحياء الانقسام الليبي مرة أخرى بدعم طرف على حساب طرف، مش بس في الاقتصاد وإنه مش بيتعلم الدرس وبيراهن على الشحاتة والفلوس الخليجية زي تقرير بيترسون، ومش بس في الإنسولين، لا ده في البطاطس، لا ده في الغاز، لا ده في حياة المصريين. بات العنوان العريض لهذه الحقبة المنحطة هو فوضى سيء الذكر. تصبحوا على خير.